يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. كالعادة إن شاء الله هيكون عندنا العديد والعديد من الأخبار والملفات اللي هنتكلم فيها بشكل عام، سواء على الساحة الرياضية المصرية أو حتى الساحة العالمية، وأكيد عندنا موضوعات كتير مهمة جدا وأخبار مميزة جدا. لكن الأهم مباراة الغد إن شاء الله للنادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ودور 16 من دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره. مباراة شبيبة الثورة في الجزائر، مباراة صعبة، مباراة مهمة. الفريق أكيد رغم هزيمته بنتيجة كبيرة أمام فريق سيمبا التنزاني في أولى جولات هذه المجموعة، لكن رغم كده أكيد مباراة هتكون صعبة جدا، لأنهم أكيد عندهم طموح كبير إن هم يتداركوا موقفهم بعد الهزيمة الأولى، وكمان بيلعبوا على أرضهم ووسط جماهيرهم. وأكيد كمان اللي هيصعب الموضوع أكتر على النادي الأهلي هي أرضية الملعب. الملعب هيتلعب عليه هذه المباراة ملعب من الترتان أو النجيل الصناعي، فبالتالي ده هيدي صعوبة شوية عند لاعبي النادي الأهلي اللي مش متعودين على خوض هذه المباريات على هذه الملاعب. لكن إن شاء الله بإذن الله الأمور كلها تسير بالشكل الجيد، ويقدر النادي الأهلي إن هو يحصد 3 نقاط أخرى عشان يبقى رصيده 6 نقاط ويتصدر هذه المجموعة ويخطو خطوة كبيرة جدا نحو التأهل للأدوار المقبلة. لو كسبت المباراة دي هيبقى عندك 6 نقاط، هيبقى عندك كمان مباراتين على أرضك في مصر، لو قدرت تكسبهم فبالتالي كده الأمور خلاص بقت جيدة جدا. لو وصلت 11 نقطة أصلا أو 12 نقطة فبالتالي انت كده خلاص تأهلت بشكل رسمي، فالفرص هتبقى كبيرة ونقدر ان احنا يعني نتدارك الامور اللي ممكن كنا بنتعرض ليها مع بداية دور المجموعات زي السنة اللي فاتت او السنوات اللي فاتت. كمان مش السنة اللي فاتت بس، كان بقالنا 4 سنين ما بنكسبش اول مباراة في دور المجموعات، بالتالي ان شاء الله او من خلال المباراة السابقة كمان قدرنا ان احنا نكسر هذه السلسلة من عدم التوفيق في بدايات دور المجموعات، وقدرنا ان احنا نفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي اكيد بنتيجه 2-0. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. الاستعدادات ماشيه بشكل جيد جدا، الفريق طبعا متواجد في الجزائر بقاله يومين ثلاثه، الامور ماشيه بشكل جيد، الاقامه، الملاعب التدريب. احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيتمرن على الاستاد اللي هيستضيف هذه المباراه تدريبين، وده طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. طالما هتلعب على ملعب ترتان فبالتالي من حقك ان انت تتمرن تدريبين على هذا الملعب، وده اللي حصل سواء امبارح والنهارده كمان اللي هيحصل. زي ما احنا عارفين المباراه هتكون في تمام الساعه 9 ان شاء الله مساء غد الجمعه، فرق التوقيت ما بين مصر والجزائر هم قبلينا ساعه، يعني مباراة الساعة 8 بتوقيت الجزائر 9 بتوقيت مصر، بالتالي النهارده هيكون في مؤتمر صحفي كمان بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي، وأكيد كابتن الفريق كمان اللي هيكون متواجد أعتقد هيبقى شريف إكرامي هو كابتن فريق النادي الأهلي في ظل غياب حسام عاشور للإصابة. فبالتالي هيكون في مؤتمر صحفي في تمام الساعة 8:30 النهارده إن شاء الله بتوقيت القاهرة، والتمرين أو المران الأخير هيكون في تمام الساعة 9 مساء وهو نفس توقيت هذه المباراة. ان شاء الله نتمنى الامور تسير بالشكل الجيد والمرجو من قبل جمهور النادي الاهلي بشكل عام، وخصوصا في بطوله غايه في الاهميه بالنسبه للفريق. وحشتنا اكيد كلنا، ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يوفق في انه يقدر يحصد هذا اللقب الغالي والهام جدا، واللي هيكون في فتره وجيزه جدا مع نهايه النهائي، هيبقى في نهايه شهر 5 او اول شهر 6 بالتحديد. ان شاء الله الامور كلها تسير في صالح النادي الاهلي ويكون توفيق حليف الفريق ان شاء الله غدا. طيب خلينا نروح نشوف أهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري. لاسارتي يجتمع بجهازه المعاون استعدادا لبطل الجزائر. رئيس الشبيبة إفريقيا تعرف من هو الأهلي. طبيب الأهلي وضح إصابة وليد سليمان. الدرندلي الصفقات الجديدة اندمجت سريعا مع الأهلي. اتحاد الكرة يرصد 500,000 جنيه لكل لاعب للتتويج بأمم أفريقيا. قائد ليفربول صلاح لا يقل عن سواريز. أكيد
جدا، وبتحديد فيما يخص النادي الاهلي اللي هيكون محور الحديث النهارده عن مباراه الغد ان شاء الله، واللي اكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي وهذه المسيره في دور المجموعات. لكن خليني اقول لكم ان في هذه اللحظات كمان في مباراه غايه في الاهميه في كاس العالم لكره اليد ما بين مصر وانجولا. الشوط الاول حتى الان 19-12 لمصر، يعني او انتهى خلاص الشوط الاول بتفوق مصر 19-12، فرق كويس من الاهداف. لكن المشكله في منتخب كره اليد انه بيستقبل عدد من الاهداف في دقيقه، وزي ما شفنا مباراه الامس او المباريات السابقه في كاس العالم. طبعا الامس تعادلنا مع المجر، كانت مباراه صعبه وكان ممكن نفوز في هذه المباراه، لكن النتيجه انتهت 30-30. لكن طبعا مباراه اليوم اهم، لان انت لو كسبت خلاص انجولا تتاهل للادوار المقبله، وده الامل ان شاء الله في منتخب مصر كرة اليد ان شاء الله في الشوط الثاني يسيروا على نفس المنوال ويقدروا ان هم يفوزوا بهذه المباراه ويتاهلوا ان شاء الله. كلنا وراهم ودعوتنا كلنا لمنتخب مصر كرة اليد في كاس العالم، بطوله مهمه وبنستعد من خلالها لكاس العالم اللي هيكون في 2021 وهتقام في مصر، وبنحاول نجهز فريق جيد وعندنا عناصر في الحياه جيده جدا جدا جدا. طيب كمان خليني اقول لكم ان النص الاخير او الجزء الاخير من حلقه النهارده هيكون معانا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع وعضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين للحديث في العديد من الامور سواء النادي الاهلي او اتحاد الكوره او بطوله الامم الافريقيه، هيكون حديث مهم وشيق جدا ان شاء الله. طيب خلينا نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده. الأهرام: الأهلي يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة شبيبة الثورة في دوري أبطال أفريقيا. لاسارتي يخشى إصابات العشب الصناعي، ويوسف يصف بطل الجزائر بالمميز. الأخبار: مخاوف أهلوية قبل مواجهة الثورة، يوسف في الجزائر أو من الجزائر هدفنا المنافسة على الصدارة. الشروق: الأهلي يرصد مكافآت خاصة للفوز على شبيبة الثورة الجزائري. الفريق يختتم تدريباته اليوم على استاد 20 أغسطس، ومحمد يوسف جاهزون لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس على أرضه. الأخبار المسائية: الأهلي يتحدى الإرهاق، الفريق يختتم تدريباته في الجزائر ولاسارتي يستقر على التشكيل. المساء: قبل لقاء الغد الصفقات الجديدة سلاح الأهلي أمام الثورة، لاسارتي استقر على ياسر وفتحي والشحات لتعويض نقص صفوفه. اليوم السابع: لاسارتي يرفض الإطاحة بالشناوي من تشكيل الأهلي، الأحمر يطالب أحد برفع العرض المالي لاستعارة زكريا، ويختتم استعداداته اليوم لمواجهة الثورة. روزال يوسف: ساعات الجد في الأهلي، الفريق يخوض مرانه على الحدود مع المغرب، والنجيل الصناعي يهدد الحاوي. الجمهورية: بعد الإنفاق التاريخي على صفقات الشتاء، الأهلي يستعيد 150 مليون جنيه في الصيف. طيب يعني زي ما شفنا كده اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف، اخبار كلها مهمه ويعني لازم نعلق عليها بشكل كبير جدا، وبالتحديد اخر خبر من الجمهوريه. لكن خلينا ناخدهم بالترتيب. الاهرام قالت ان الاهلي خلاص بيختتم استعداداته من خلال مران اليوم لمباراه الغد ان شاء الله امام فريق شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا، والكلام كله عن العشب الصناعي او النجيل الصناعي اللي هيلعب عليه النادي الاهلي هذه المباراه. هو الملعب الرئيسي ملعب 20 اغسطس، هو ملعب الخاص بفريق شبيبه الثوره. مستر لاسارتي ممكن يكون قلقان شويه، ودي حقيقه من هذا الملعب، وخصوصا ان لعيبه النادي الاهلي زي ما قلنا مش متعودين ان هم يلعبوا في نجيل صناعي، مباراتنا كلها هنا في مصر على النجيل الطبيعي، فبالتالي ده ممكن ياثر على اللاعبين بشكل او باخر. نتمنى ان شاء الله ان الفريق ما يتاثرش، وبالتحديد من الاصابات، ممكن يحصل اصابات من خلال هذا الملعب ان شاء الله لا قدر الله، يعني باذن الله ما يحصلش اصابات خالص. احنا للاسف الاصابات كده كده بتبقى موجوده عندنا الفتره دي للاسف، سواء نجيل طبيعي او صناعي، لكن الفرص هتزيد ان ممكن يكون في اصابات اكتر لا قدر الله بسبب النجيل الصناعي. لكن ان شاء الله نتمنى الامور تسير بالشكل الجيد. كمان كابتن محمد يوسف بيصف بطل الجزائر بالمميز، وده حقيقي لان فريق بيلعب كوره جيده، اللي تابع الفريق ده هيلاقي ان هو فريق يعني بيلعب على الارض بشكل جيد، وفريق عنده امكانيات ولاعبين جيدين، فبالتالي هتكون المباراه صعبه، وخصوصا بعد ما هم خسروا في اولى مبارياتهم في دور المجموعات. طالما فريق وصل لدور المجموعات يبقى اكيد خلاص فريق جيد جدا، كل 16 فريق المتواجدين في دور المجموعات اكيد فرق قويه، هم افضل 16 فريق في هذه القاره الافريقيه. ان شاء الله الامور تسير بشكل كويس بالنسبه للنادي الاهلي، ويقدر ان هو يتفوق
او يقدر على اقل تقدير ان هو يتعادل، لكن ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان الفريق باذن الله يفوز في مباراه الغد. طيب الاخبار، مخاوف اهلاويه قبل مواجهه الثوره، ونفس الكلام على موضوع النجيل الصناعي، لكن كابتن محمد يوسف قال هدفنا المنافسه على الصداره، مش بس الصداره، هو طبيعي ان انت مش منافسه بس ان انت تكون متواجد في الصداره، لكن الهدف الاساسي ان انت تحتل صداره هذه المجموعه مش بس المنافسه، وده ان شاء الله هيحصل بعد الانطلاقه الجيده والقويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام فريق فيتا كلوب الكونغولي، والفوز بنتيجه 2-0 بجانب الاضافات الجديده، طبعا اللاعبين الجدد اللي تم اضافتهم في صفوف النادي الاهلي، ولسه عندنا مكانين كمان في القائمه الافريقيه، في منافسه كبيره جدا جدا بين اللاعبين المش مقيدين افريقيا عشان يكونوا متواجدين في هذه القائمه بشكل كبير، وده اللي هيتم حسمه في الايام القليله المقبله. الشروق كمان بتتكلم على ان في رصد لبعض المكافئات للاعبي النادي الاهلي في حال الفوز على فريق شبيبه الثور الجزائري، وده شيء طبيعي ان يكون في مكافئات، يعني في حاله الفوز انت بتلعب طبعا خارج ملعبك، وده طبقا كمان للائحه، اكيد في لائحه بتحكم اللاعبين والجهاز الفني فيما يخص الفوز او فيما يخص لا قدر الله الخساره، اكيد دي كلها امور مهمه ولائحه هتكون مهمه هيتم تطبيقها من خلال مباراه الغد او من خلال كل مباريات النادي الاهلي، ان شاء الله بكره الفريق يقدر يفوز عشان تكون الامور جيده بالنسبه للفريق من خلال المنافسه في دور المجموعات والتاهل ان شاء الله باذن الله للادوار المقبله. طيب كمان كابتن محمد يوسف يعني اتكلم على تحقيق الفوز رغم قوه المنافس، ده شيء ضروري وشيء مهم وده اتكلمنا فيه خلاص. الاخبار المسائي قال ان الاهلي يتحدى الارهاق، وده طبيعي جدا لان احنا عارفين في ضغط مباريات بشكل فظيع بصراحه خلال الفتره اللي فاتت، مباريات الدوري ورا بعض، كمان بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي مضغوطه جدا، فبالتالي المباريات كمان هي هتكون ورا بعض، فبالتالي هيكون في ارهاق من ضغط المباريات دي، فاكيد دي او ده هيبقى عائق هيواجه الجهاز الفني واللاعبين في ظل كمان غياب عدد من اللاعبين للاصابه، لكن ان شاء الله يعني النادي الاهلي يتدارك كل هذه العقبات، والنادي الاهلي خلاص اتعود على هذه الامور في بطوله دوري ابطال افريقيا او كمان من خلال ضغط المباريات، على فكره ضغط المباريات ده ادى بشكل كبير جدا لتكرار الاصابات او تواجد عدد كبير من الاصابات في النادي الاهلي، لكن ان شاء الله الامور تبقى كويسه. لاسارتي يستقر كمان على التشكيل، احنا عارفين ان في يعني نسب كبيره او توقعات كثيره بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، مفيش اختلاف، ممكن يكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، يعني هيكون شبه التشكيل او اقرب للتشكيل اللي بدا بيه مستر لاسارتي مباراه فيتا كلوب الكونغولي، مع اضافه طبعا ياسر ابراهيم مكان كلوبالي، طبعا بنشكره على الفتره الكبيره اللي قضاها مع النادي الاهلي، وبصراحه كان لاعب مهم ومتالق، بجانب طبعا تواجد حسين الشحات وحمدي فتحي الوافد الجديد من انبي، ممكن يكون متواجد في وسط الملعب في ظل غياب هشام محمد وحسام عاشور، هيكون بجانب عمرو السوليه. النقطه هنا او الكلام ممكن يكون على اجاي، هل ممكن مستر لاسارتي يبتدي باجاي كمهاجم ولا يتجنب مشاركه اجاي، خصوصا ان هو لسه عائد من الاصابه، بقى له فتره بيتمرن مع الفريق، لكن هيلعب كمان على نجيل صناعي، هو كان عنده اصابه في الركبه، فهتبقى الامور فيها حرص كبير بالنسبه للاجاي، ممكن يبقى في مهاجم وهمي زي ما شفنا في المباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي. طيب اليوم السابع بتتكلم على ان مستر لاسارتي يرفض الاطاحه بالشناوي من تشكيل الاهلي، ده على كلامهم هم، يعني هم بيتوقعوا او بيستنتجوا ان ممكن بسبب عدم التوفيق اللي بيلازم محمد الشناوي خلال الفتره اللي فاتت، فكان ممكن يبقى في فكره عند مستر لاسارتي ان هو يبتدي بشريف اكرامي في المباريات المقبله مش الشناوي، ده كله هيكون من خلال مستر لاسارتي والجهاز المعاون، دي كلها مشاورات اكيد ما بينهم، لكن اللي كاتبينه اليوم السابع ده اكيد استنتاج ليس الا، يعني مش معلومه خالص يعني، فبالتالي كل شيء وارد، لكن الشناوي اكيد يبقى حارس كبير جدا في صفوف النادي الاهلي بجانب شريف اكرامي وعلي لطفي، كلهم حراس كبار وحراس دوليين، الشناوي كمان بالتحديد شفناه في كاس العالم الفتره الاخيره يعني مش موفق بشكل كبير جدا، لكن اكيد الافضل هو اللي هيلعب طبقا لرؤيه مستر لاسارتي والجهاز الفني وكمان كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. في نفس الخبر ونفس السياق النادي الاهلي بيطالب احد السعودي، طبعا احنا عارفين ان مؤمن زكريا جاي له عرض اعاره من احد السعودي، ويمكن كانوا قدموا يعني طبقا لمعلوماتنا 100,000 دولار للتعاقد مع مؤمن زكريا لمده 6 شهور قادمه، النادي الاهلي طلب ان العرض ده يزيد شويه، وخلال ساعات من دلوقتي هيتم حسم هذا الملف بشكل كبير، والاقرب الاقرب طبقا لمعلوماتنا ان مؤمن زكريا هيطلع اعاره للدوري السعودي، وخصوصا ان في اتجاه في الجهاز الفني لعدم قيد مؤمن زكريا في القائمه الافريقيه. يعني كل دي امور هتبان خلال الساعات القليله المقبله.
روزا يوسف كمان بتتكلم عن المباراة وقالت ساعات الجد في الأهلي، الفريق بيخوض مرانو على الحدود مع المغرب، احنا عارفين ان المكان اللي هيتلعب فيه هذه المباراة قريب جدا من الحدود مع المغرب، فبالتالي الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة هو ملعب من النجيل الصناعي، والفريق طبعا اتمرن عليه امبارح وهيتمرن عليه النهاردة. والنجيل الصناعي ده كمان في استنتاج ان ممكن وليد سليمان ما يقدرش ان هو يشارك، لكن اعتقد وليد سليمان السنه اللي فاتت امام فريق وفاق ستيفا الجزائري ايضا كان ملعب نجيل صناعي، لكن تالق وشارك وقدر ان هو كمان يحرز هدف رائع في هذه المباراه اللي خسر فيها النادي الاهلي 2-1، ورغم كده تاهل كمان لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. وليد عنده اصابه كده في اصبع قدمه، دي برده هتحدد امكانيه مشاركه وليد سليمان في المباراه ولا لا، لكن يبقى ان هو عنصر مهم وخبره كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي. دي طبعا لقطات من تدريب النادي الاهلي بالامس، واستعدادات اكيد كلها مهمه وقويه جدا، لكن موقف وليد سليمان اكيد هيتم حسمه، امبارح ما شاركش في المران لكن هيشارك نسبه كبيره جدا النهارده، وكمان هيتم الاستقرار على الدفع ليه في التشكيل الاساسي من عدمه، ده طبقا لرؤيه مستر لاسارتي. اي لاعب ان شاء الله هيلعب يا جماعه في مباراه الغد ان شاء الله هيكون اضافه قويه بالنسبه للنادي، ويقدر ان هو يحصد 3 نقاط يعني مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. طيب نيجي بقى للخبر ده، عشان بصراحه خبر بالنسبه لي غريب شويه وغير منطقي من جريدة الجمهورية. هما بيتكلموا على ان ايه، ان الاهلي بعد الانفاق التاريخي على صفقات الشتاء الاهلي يستعيد 150 مليون جنيه في الصيف. يعني المتن بتاع الخبر او الكلام اللي مكتوب في الخبر ان هو الاهلي طبعا جاب صفقات غالية جدا، حسين الشحات مش عارف بكام، وياسر ابراهيم ب 15، وحمدي فتحي ب 30، او ياسر ابراهيم كمان كان ب 30، وغير محمد محمود، يعني اتكلموا على الارقام اللي انفقها النادي الاهلي طبعا خلال فتره انتقالات الشتويه الحاليه، ويمكن هي بتفوق في الحقيقه 200 او 200 مليون جنيه او بتفوق قليلا يعني. فبيستنتجوا او بيقولوا طبقا لمعلوماتهم هم ان النادي الاهلي هيستعد للاستغناء عن بعض لاعبيه في الصيف. ابرز اللاعبين اللي اتكلموا عنهم علي معلول واجاييه ووليد ازار، وبيقولوا ان لازم الاهلي يعوض هذه المصاريف الباهظه والكبيره جدا من خلال بيع هؤلاء اللاعبين او على الاقل 2 منهم. وانا في اعتقادي او في رؤيتي او اعتقد كل اللي بيتابعونا دلوقتي بيفكروا نفس التفكير اللي انا هقوله لحضراتكم ده. ليه الاهلي هيبيع حد من لعيبته المهمين جدا، اتكلموا في 3 اسامي مهمه جدا وهو بيدعم صفوفه من دلوقتي، طب هدعم ليه؟ طب انا كده كده عايز اعوض الفلوس دي، يبقى انا بدعم ليه من دلوقتي؟ ما طبيعي جدا ان انا احاول اشوف النواقص اللي عندي في الفريق وادعمها، مش كمان هروح مفضي الفريق في الصيف. وارد ان ممكن لعيب او 2 يمشوا بشكل طبيعي او برؤيه فنيه معينه، لكن مش عشان اعوض المبلغ اللي انا صرفته اطلاقا. خبر غير منطقي خالص من زمايلنا طبعا الاعزاء في الجمهوريه. اعتقد النادي الاهلي هيحافظ بقدر المستطاع على كل اللاعبين المهمين جدا في قائمه الفريق، وبالعكس كمان هيحاول ان هو يضيف عناصر مهمه اكتر لصفوف فريق النادي الاهلي عشان ما يكونش في اي ثغرات، ما يكونش في اي نواقص بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، علشان ان شاء الله كالعاده يقدر النادي الاهلي ينافس على كل البطولات في المستقبل، اهمهم بطوله دوري ابطال افريقيا، الدوري، اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي دايما بطوله مهمه. لكن الخبر ده بصراحه غير منطقي خالص، ومفيش نيه عند النادي الاهلي الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين طالما دعم صفوف وصرف كتير، بالعكس هو عايز يعني دعم الصفوف باقوى ما يمكن من لاعبين، وده مش معناه اطلاقا ان هو هيحاول يستغنى عشان يعوض هذه الفلوس. النادي الاهلي مليء بال يعني الماديات او عنده مبالغ كبيره جدا جدا، ويعتبر نادي كبير جدا طبعا، هو النادي الاكبر في افريقيا النادي الاهلي. فكلام غير منطقي جدا من جريده الجمهوريه، كان لازم ووجب ان احنا نعلق على هذا الخبر الغريب. طيب نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل كل فقرات حلقه كلام في الميديا النهارده، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه بنواصل طبعا حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، وعندنا لسه كمان العديد والعديد من الفقرات الهامه والاخبار الهامه جدا اللي هنتكلم فيها، لكن خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في المواقع النهارده. الموقع الرسمي للاهلي، الدرندلي، ثقتنا كبيره في اللاعبين للفوز على شبيبة الثوره. الشروق، لاسارتي يجتمع بجهازه المعاون استعدادا لبطل الجزائر.
اليوم السابع الأهلي يغلق المران الأخير قبل مواجهة شبيبة الثورة في دوري الأبطال. فيتو طبيب الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من المشاركة في التدريبات. الموقع الرسمي للأهلي مأمون حمليلي: إفريقيا تعرف تاريخ الأهلي ولدينا طموحات كبيرة. البوابة سبورت: لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة شبيبة الثورة. الفجر الرياضي: مدرب الأهلي: هزيمة شبيبة الثورة أمام سيمبا التنزاني خادعة. يلا كورة: الدرندلي الصفقات الجديدة اندمجت سريعا مع الأهلي. سوبر كورة: الأرقام ما بتكذبش، الأهلي يكتسح الزمالك في سباق الأكثر شعبية. في الجول كرة يد: مدرب الأهلي يحرص على متابعة لاعبي الفريق في المونديال ويشيد بأداء الطيار. طيب، يعني أهم الأخبار اللي قريناها مع حضراتكم في المواقع واللي بتخص النادي الأهلي بالتحديد، نبتدي بالشروق، وإن مستر لاسارتي أكيد هيجتمع مع جهازه المعاون لوضع خطة مباراة بطل الجزائر. عجبني جدا التعاون اللي موجود ما بين مستر لاسارتي وبقيه اعضاء الجهاز بشكل كامل، وفي دايما مشاورات ما بينهم للاصلح بالنسبه لتشكيل الفريق في اي مباراه بشكل عام. مباراه الغد اكيد في تشاور كبير، في كلام كتير ما بين الجهاز الفني في ظل غياب بعض العناصر الهام عن مباراه بكره ان شاء الله، وفي ظل كمان تواجد عناصر جديده في صفوف الفريق ابرزهم ياسر ابراهيم و حمدي فتحي بجانب حسين شحات ورمضان صلحي اللي خلاص لعبوا المباريات السابقه، بالتحديد اخر مباراه لعبها حسين شحات كانت اول مباراه ليه، ان شاء الله دي تكون ثاني مباراه ليه. ان شاء الله كل العناصر الجديده تكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله، يحصدوا ثلاث نقاط هامه في مشوارهم الافريقي. اليوم السابع قالت ان الاهلي هيغلق التدريبات اليوم بقى النهارده ان شاء الله باذن الله، هيكون ده بناء على طلب الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره والجهاز الفني بالكامل ان يكون التدريبات مغلقه بشكل كبير جدا، وده اللي طلبه الكابتن سعد عبد الحفيظ من المنسق الخاص بمباراه الغد، وده علشان يعني يكون في بعض الامور السريه من الناحيه التكتيكيه بالتحديد بالنسبه لتدريبات الفريق النهارده. ممكن مستر لاسارتي يطبق بعض الجمل، وخصوصا ان احنا شفنا الراجل ده من خلال مباراه الفيتا كلوب كان في اكثر من جمله وضحت، ووضحت كمان بصماته بشكل كبير جدا، ودوره اللي هيكون باذن الله قوي جدا من خلال الاداء الخاص بلاعبي النادي الاهلي خلال المباريات العديده المقبله. فبالتالي طبيعي جدا النادي الاهلي يطلب ان هو يغلق المران علشان يقدر يضع نقاط تكتيكيه هامه جدا من خلال تدريبات الغد ان شاء الله باذن الله. برضو كمان من ضمن الاخبار المهمه فيتو، طبعا دي لقطات من بعثه فريق النادي الاهلي هناك في الجزائر، وده مستر طبعا لاسارتي مدير فني الفريق واللي ماشي بصراحه بشكل جيد حتى الان، واعتقد الاداء مبشر والنتائج مبشره ان شاء الله باذن الله بالنسبه لمستر لاسارتي. لعب حتى الان ثلاث مباريات مع النادي الاهلي، او مباراه خسرها، المباراتين اللي بعديهم كسبها سواء في الدوري او حتى في دوري ابطال افريقيا. فيتو كمان بتتكلم عن ان طبيب الاهلي يكشف موقف وليد سليمان من المشاركه في التدريبات. احنا زي ما قلت لكم في البدايه كده ان وليد سليمان عنده زي الام في اصبع قدم، فبالتالي سليمان هيكون لائق لهذه المباراه ولا لا، بس النسبه الاكبر باذن الله ان هو هيكون لائق للمشاركه ومتاح للجهاز الفني في هذه المباراه، واعتقد الام خفيفه ان شاء الله. وليد سليمان احد اللاعبين المهمين جدا في تشكيل النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه الغد. الموقع الرسمي للاهلي اتكلم على او خد تصريح على لسان مأمون حمليلي، ده رئيس نادي شبيبة الثورة الجزائري، وقال ان افريقيا كلها تعرف تاريخ النادي الاهلي. طبعا مين في افريقيا ما عرفش تاريخ الكبير بالنسبة للنادي الاهلي، اكتر فريق حصدا للالقاب الافريقية، وتاني اكثر فريق حصدا للالقاب القارية على مستوى العالم بعد ريال مدريد، وان شاء الله نرجع ننافس معهم تاني. فأكيد كلام كان مهم من مأمون حبليلي رئيس شبيبة الثورة، وقال كمان ان هم عندهم طموحات كبيرة وده حق مشروع بالنسبة لهم، وهم من خلال تصريحاته ان هو شايف ان هو عندهم الإمكانية من خلال تواجد المباراة على أرضية ملعبهم، ومن خلال تواجد الجمهور الغفير اللي أكيد هيكون متواجد في مباراة الغد، ان هم عندهم فرص ان هم يفوزوا على النادي الأهلي. بإذن الله ده ما يحصلش، بإذن الله النادي الأهلي هو اللي يكون موفق في هذه المباراة. طيب، البوابة سبورت
قالت ان لاسارتي يحاضر لاعبي الاهلي قبل مواجهه شبيبه الثوره، وده شيء طبيعي جدا. في محاضرات عديده، هي مش محاضره بس ولا اثنين، اكيد فيها محاضرات عديده من قبل مستر لاسارتي وجهازه المعاون مع لاعبي النادي الاهلي للوقوف على نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق شبيبه الثوره، وكمان لاعطاء تعليمات هامه من الجوانب الفنيه والتكتيكيه اللي يقدر من خلالها باذن الله باذن الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ما نتمنهاش تعادل كمان، نتمناها فوز باذن الله عشان الامور يعني يقدر النادي الاهلي ياخد ثلاث نقاط مهمه في مشواره مع بدايه دور المجموعات. طيب الفجر الرياضي خدت تصريحات طبعا من خلال مدرب الاهلي وبالتحديد كابتن محمد يوسف، واللي قال هزيمه شبيبه الثوره امام سيمبا التنزاني خادعه. البعض شايف ان فريق شبيبه الثوره ما عندوش تاريخ خالص في افريقيا، اول مره نسمع اصلا على اسم الفريق ده، وشايفين فرص النادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يفوز هناك بكل سهوله وكل يسر. اعتقد الكلام ده غير منطقي اطلاقا، خصوصا ان هو فريق زي ما قلنا فريق قوي بيلعب كره جيده، وتواجده في حد ذاته في دور المجموعات ده دليل على انه فريق قوي. كمان الهزيمه من سيمبا التنزاني مش بقياس خالص خالص على مستوى هذا الفريق، مش مؤشر انك ممكن تكسب المباراه بسهوله خالص، خصوصا انت هتلعبهم على ملعبهم. فبالتالي ده كان كلام كابتن محمد يوسف، مهم جدا ان الجهاز الفني واللاعبين يكونوا مدركين ان نتيجه المباراه الاولى بالنسبه لشبيبه الثوره امام سيمبا التنزاني خسروا في الحقيقه نتيجه كبيره 3-0، لكن مش ده المقياس خالص او مؤشر خالص للمستوى الحقيقي لهذا الفريق. ان شاء الله كلها امور لازم اللاعبين والجهاز الفني ياخدوا بالهم منها، واعتقد انهم عندهم ما يكفي من الخبرات للحديث مع اللاعبين وتدارك هذه المواقف، ويعني ان هم ياخذوا في الاعتبار كل هذه الامور الخادعه. طيب يلا كوره بتتكلم على ان او تصريح على لسان المهندس خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الجزائر، واللي قال في تصريحاته ان الصفقات الجديده اندمجت سريعا مع الاهلي، وهو يمكن لاحظ كده من خلال تواجده مع بعثه الفريق هناك ورئاسته لهذه البعثه، واكيد اللاعبين كانوا قريبين منه بشكل كبير جدا، وشاف الانسجام والاندماج السريع ما بين الصفقات الجديده واللاعبين القدامى بالنسبه لصفوف النادي الاهلي. يعني عندهم كلهم لاعبين مهمين ومميزين، واعتقد ان تربطهم صداقات مع اللاعبين القدامى. انا بتكلم بالتحديد طبعا عن الصفقات الجديده، اكيد في صداقات مع اللاعبين القدامى سواء من المشاركه سويا في صفوف منتخب مصر أو حتى من خلال التواصل واللقاءات العديدة من خلال المباريات اللي بتكون في الدوري المصري. فبالتالي أعتقد يعني دي أمور كلها أي لعيب بيجي النادي الأهلي الجديد طبعا بيندمج سريعا، وده اللي احنا مقتدين عليه داخل النادي الأهلي. طيب خلينا نطمن بشكل أكبر على بعثة فريق النادي الأهلي قبل 24 ساعة أو أكثر قليلا يعني من مباراة الأهلي وشبيبة الثورة غدا. نروح سريعا لزميلنا العزيز وصديقي العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في الجزائر عشان نطمن منه على كل الكواليس وكل الأخبار الخاصة بالفريق قبل ساعات إن شاء الله من انطلاق المباراة غدا بإذن الله. يا كريم مساء الفل عليك، طمنا على كل ما يخص بعثة النادي الأهلي في الجزائر. كل التحيه ليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم لليوم الثالث على التوالي هنا في الجزائر بالتحديد ولايه بشار معقل يمكن ممثل الجنوب نادي الشبيبه الرياضيه للثوره، يمكن اسمه هو كده الصحيح لكن اختصار للاسم اتقال نادي شبيبه الثوره الجزائري. مباراه غايه في الاهميه ويمكن في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الفريق للنادي الاهلي، جلسات خاصه واجتماعات مع الجهاز المعاون بالكامل، اخرها كان امس امير عقب انتهاء العشاء كانت في جلسه خاصه مع مستر مارتن والجهاز الفني لمشاهده بعض المباريات وبعض الفيديوهات اللي تم تحديدها للوقوف على كل نقاط القوه والضعف في فريق شبيبه الثوره، ومنها ايضا كمان هيكون في تعليمات خاصه للاعبي النادي الاهلي. يمكن تابعنا كلنا المباراه الاولى ليهم، تهزموا بنتيجه 3-0، عندهم خط الظهر في بعض القصور، يمكن الباك ليفت كمان عنده بعض القصور، اكيد يمكن اشتغل عليها بشكل كبير الجهاز الفني خلال المحاضرات الفيديو، ايضا كمان في التدريب الاول اللي كان ايضا امس على ملعب 20 اغسطس اللي هيستقبل مباراه شبيبه الثوره الجزائري والنادي الاهلي المصري في تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت القاهره. قبل انطلاق المران امس امير كانت في محاضره فنيه مهمه جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن، كان فيها تحفيز كبير جدا وكان فيها ايضا كمان تحميس لكل لعيبه النادي الاهلي مستر مارتن على اهميه هذه المباراه. الانطلاقه كانت جيده في مباراه فيتا كلاب الكونغولي، ان شاء الله تستكمل سلسله الانتصارات. النادي الاهلي عنده ظروف كثيره جدا ذكرناها اكثر من مره من الاصابات والغيابات وايضا
ايضا كمان يمكن الشيء اللي بيأثر بشكل كبير ان يكون كل مركز في عدد كبير جدا فقده للنادي الاهلي، سواء الفراوده على الباك رايت الباك ليفت. يمكن مش عايزين طبعا نتكلم على المراكز وكده، لان بشكل عام النادي الاهلي اي لعيب بيكون متواجد في القائمه وبيكلف بمهام سواء مكانه او مش مكانه لابد ان هو يكون بيأدي بشكل مميز جدا ويكون على قمه تركيزه، لان البطوله الافريقيه غايبه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي في النسخه الماضيه وصل للنهائي لكن سوء التوفيق الكبير اللي قابل لفريق النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبدا بدايه جيده ومنها ان شاء الله واحده واحده نوصل الى المباراه النهائيه، وان شاء الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. النهارده يمكن اليوم مليء شويه امير بالاخبار ومليء بمؤتمرات صحفيه سواء للنادي الاهلي وايضا كمان فريق شبيبه الثوره الجزائري. بالتحديد تم تحديد 7:30 مساء بتوقيت الجزائر المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي بحضور مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وايضا كابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي. يليه مباشره نصف ساعه في الساعه 8 بتوقيت الجزائر، وهو المران الاخير لفريق النادي الاهلي على نفس الملعب اللي هيستقبل المباراه. تعرف طبعا زميلي امير نجيل صناعي لوائح الاتحاد الافريقي بيكون تدريبين او 48 ساعه بيكون متواجد فيها للنادي الاهلي، وطلب ان هو يكون في تدريبين على الملعب، ده من حقه بالنسبه للوائح. وكان في اصرار كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن انت مش عايزين نتكلم طبعا ان اكيد نادي الشبيبه كان عايز النادي الاهلي يتمرن تدريب خارج الملعب ويتدرب تدريبه واحده على ملعب اللي هيستقبل المباراه، لكن اصرار الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وبخبرته الكبيره اصر ان يكون التدريب الاول والثاني على نفس الملعب اللي هيستقبل هذه المباراه. يمكن زي ما اكدنا وقلنا امير تركيز كبير جدا فرضه هنا الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ جلسات كثيره جدا من اللاعبين بيحاول ان هو يخلق دوافع بشكل مستمر. ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي تعلم جيدا قيمه هذه المباراه، عندنا صفقات جديده، عندنا بعض اللعيبه ان شاء الله تكون متواجده في القائمه وفي ايضا المباراه. حمدي فتحي باذن الله يكون له دور، حسين الشحات باذن الله يكون له دور، رمضان اجاي ايضا كمان يكون له دور. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون موفقه في هذه المباراه، وباذن الله امير نعود من الجزائر بنقاط هامه جدا تساعدنا في مشوار البطوله الافريقيه. وكالعاده امير من خلالك ومن خلال برامجنا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي هنكون مستمرين معاكم بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي على شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. بشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم احمد مراسل قناه الاهلي، وبصراحه علينا كل الاخبار الخاصه بالفريق وكل كواليس البعثه في الجزائر ان شاء الله قبل مباراه الغد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الامور كلها تبقى جيده بالنسبه للفريق ويقدر ان هو يفوز ويحصد 3 نقاط هامه جدا في مشواره عشان نبتدي نحسم التاهل بدري بدري، وده شيء مهم ومطلوب قوي بالنسبه للفريق في خلال الفتره الحاليه وبالتحديد في ظل ضغط المباريات سواء من خلال مباريات الدوري او مباريات دوري ابطال افريقيا. طيب نكمل اخبارنا، وسوبر كوره جابت احصائيه كده مهمه جدا وقالت ان الارقام ما بتكذبش، الاهلي يكتسح الزمالك في سباق الاكثر شعبيه. طيب خليني اقول لكم تفاصيل الخبر ده ايه. صحيفه ماركا الاسبانيه كانت عامله استفتاء لكل بلد مين اكتر نادي فيها اكثر شعبيه على مستوى العالم، يعني في مصر يعني المنافسه اكيد ما بين الاهلي والزمالك، اكتر فرقتين عندهم او اكتر ناديين عندهم شعبيه اكيد في مصر. فبالتالي حتى الآن الأهلي حصل على 68% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء، والزمالك حصل على 32% بس، بعد ما كان الزمالك في بداية الاستفتاء متفوق وطوية لما جمهور النادي الأهلي عرف هذا الكم الهائل من الجماهير بصراحة الأهلوية في مصر. فبالتالي كلهم دخلوا أدلوا بصوتهم في أكثر الأندية شعبية، بالتالي النادي الأهلي متفوق بفرق كبير جدا، شارك حوالي 21,070 شخص في هذا الاستفتاء من خلال صحيفة ماركا الأسبانية. طيب في الجول وبالتحديد بيتكلموا عن كرة اليد، والمدرب الأهلي طبعا نيكولا ماركوفيتش المدير الفني السربي للنادي الأهلي رجال كرة اليد المدرب الجديد والمدير الفني الجديد في صفوف أو لصفوف النادي الأهلي كان حريص على متابعة منتخب مصر في المونديال، وكمان أشاد بشكل كبير جدا بمحمد عصام الطيار واللي في الحقيقة عمل مباراة امبارح أمام المجر مباراة أكثر من رائعة، الراجل شال أهداف كتير قوي قوي بصراحة، حارس جيد جدا جدا وقدر ان هو يلفت الانظار بشكل كبير خلال مباراه الامس. الراجل اكيد مدير فني لرجال اليد بالنادي الاهلي بيتابع هذه البطوله، وخصوصا ان منتخب مصر بيضم حوالي 7 لاعبين في صفوفه من خلال كاس العالم طبعا اللي بيقام في الدنمارك والمانيا. الـ7 لاعبين هم محمد عصام الطيار واسلام حسن وابراهيم المصري اللي ايضا يعتبر لاعب مهم جدا، وعمر الوكيل عمر حجاج واحمد خيري وعبد الرحمن فيصل، كلهم لاعبين مهمين جدا، وبالتالي طبيعي جدا ان المدير الفني للنادي الاهلي يتابعهم بشكل كبير عشان يقف على امكانياتهم، وخصوصا ان هو مدرب جديد.
واكيد ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي بالتحديد في كره اليد اللي هو قادم من بطولات هامه جدا جدا ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لفرق النادي الاهلي بشكل عام في مختلف الالعاب داخل النادي باذن الله. طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. نبتدي باليوم السابع، اتحاد الكرة يرصد 500,000 جنيه لكل لاعب للتتويج بأمم أفريقيا. سوبر كرة، موعد السوبر المصري مرهون بقرعة الكونفدرالية. اليوم السابع، الأندية تتمسك ببند الثمان سنوات في لائحة اتحاد الكرة. الوفد، عادل عبد الرحمن مديرا فنيا لسموحة. الشروق، قائد ليفربول يشبه صلاح بسواريز. كرة، عائق يهدد سعي برشلونة لضم نجم الدوري الأمريكي. سكاي سبورت، هيجوايين إلى تشيلسي في مهمة طارئة. أس برشلونة يحدد مقابل بيع البرازيلي كوتينيو لمانشستر يونايتد. سبورت 360، العلاقة بين إسكو وسانتياغو سولاري متوترة جدا. اليوم السابع، نبتدي باليوم السابع واللي قالوا ان هيكون في رصد مبلغ حوالي 500,000 جنيه لكل لاعب في منتخب مصر في حال الفوز ببطوله الامم الافريقيه ان شاء الله اللي هتقام في او هتبتدي في 15/6 القادم على الاراضي والملاعب المصريه. المبلغ ده قابل للزياده اكيد طبعا، لان البطوله اكيد صعبه وبطوله قويه جدا، لكن يعني ده مبلغ مبدئي من ضمن الكلام اللي خرج من اتحاد الكره. الطموحات زادت يعني قبل ما البطوله يتم استقرارها في مصر وان مصر هي اللي هتستضيف هذه البطوله، يعني مهم ان انت توصل للنهائي، مهم ان انت تكسب بطوله الامم الافريقيه، واحنا اكتر منتخب فاز بهذه البطوله في افريقيا، فبالتالي لما البطوله اصبحت في مصر الطموحات زادت، كمان الضغوط اكيد هتزيد، لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للاعبي المنتخب المصري اللي هيكونوا متواجدين في هذا التوقيت في ظل تواجد الجمهور المصري ان شاء الله اللي هيملى الاستادات كلها واللي ان شاء الله هيأزر المنتخب بشكل قوي جدا. فرصه كبيره ان شاء الله للتتويج بهذا اللقب بعد غياب اربع بطولات المنتخب ما قدرش ان هو يحقق، او المنتخب كان غائب ثلاثه اصلا ما شاركش في البطوله، والبطوله الاخيره في الجابون وصلنا النهائي في 2017 وخسرنا من الكاميرون 2-1. ان شاء الله نستعيد هذا اللقب الهام. سوبر كورة بتتكلم على موعد السوبر المصري واللي مرهون بكرة الكونفدرالية. احنا عارفين ان السوبر المصري هيكون ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي بطل الدوري، الزمالك بطل الكاس، فبالتالي يعني هيتم تحديد طبعا ميعاد لهذه البطولة، وخصوصا ان لسه الزمالك ما تأهلش لدور المجموعات في الكونفدرالية. ان شاء الله نتمنى له بما انه نادي مصري، او نتمنى كل الاندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية كل التوفيق، لكن بناء على نتيجة الزمالك واتحاد طنجة المغربي هيتم تحديد موعد طبعا هذه البطوله، بطوله السوبر المصري، واللي هتكون بناء على القرعه اللي هيتم تحديد موعد مبارياتها طبعا من قبل الكاف والاتحاد الافريقي بعد تاهل نادي الزمالك، وهو اقرب اكيد للتاهل في بطوله الكونفدراليه. طيب الوفد كمان بتتكلم على خبر تعيين كابتن عادل عبد الرحمن مديرا فنيا لسموحه. احنا عارفين ان طبعا سموحه خسر اخر مباراه امام نجوم بنتيجه 4-0، نتيجه كبيره جدا جدا، كان تحت قياده الكابتن طارق يحيى واللي ما كانش موفق اطلاقا مع سموحه او حتى كمان مع بتروجيت. الراجل ساب بتروجيت بالمناسبه، يعني خسر برده من نجوم ورحل عن بتروجيت، راح سموحه، خسر من نجوم رحل عن سموحه. ما اعرفش كابتن طارق يحيى ممكن يمسك مين بكره، لان هو دايما بيتنقل ما بين انديه كتير، لكن خلاص تم تعيينه مديرا فنيا لسموحه كابتن عادل الرحمن. احنا عارفين كابتن عادل الرحمن طبعا احد ابناء النادي الاهلي، ولحد امبارح كان هو المدير الفني لشباب النادي الاهلي، واللي كان في خطط كبيره وتركيز كبير مع هذا الفريق عشان من خلاله بيتم تصعيد بعض العناصر اللي ممكن تكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله كابتن عادل الرحمن يكون موفق في مسيرته مع
فريق سموحه كمدير فني لهذا الفريق، فريق كبير وعندهم امكانيات كبيره. بالمناسبه هو عنده اجتماع في هذه اللحظات وانا بكلمكم كده مع المهندس فرج عامر رئيس سموحه، وكنا بنحاول نجيب طبعا كابتن عادل عبد الرحمن مداخله، لكن هو طبعا مشغول لترتيب كل الاوراق الخاصه بالفريق. بمناسبه بس موضوع سموحه وكابتن طارق يحيى، نفسي طبعا كابتن طارق يحيى نجم كبير ومدرب كبير جدا جدا يعني، وعنده امكانيات كبيره كمدرب، لكن نفسي الاتحاد المصري لكره القدم مع بدايه الموسم الجديد يضع حد لتنقل المدربين ما بين الانديه. يعني ايه المشكله لو حطينا اقتراح كده مع بدايه الموسم الجديد اللي لسه بدري عليه طبعا يعني، بس نحط اقتراح ان المدير الفني ما ينفعش ليه ان هو يقود اكثر من فرقتين بالظبط في الموسم، بدل ما يبقى ممكن يمسك 3 و4، ده شفناه كتير جدا خلال المواسم السابقه يعني. زي اللعيبه ما ينفعش لعيب يلعب في ناديين في اكتر من ناديين في موسم واحد، فبالتالي ده هيبقى شيء مهم وهيدي فرص كتيره لمدربين اخرين، ممكن نكتشف مدربين اخرين، وهيدي استقرار كمان للاجهزه الفنيه بشكل كبير جدا. اللعيب كمان نفسه هيبقى عارف ان المدرب ده بنسبه 90% مكمل معاه الموسم كله، فمش هيبقى فيه تراخي، هيبقى فيه تركيز اكبر. نفسي اتحاد الكره يدرس هذه الجزئيه بتاعت ايطاليا. على فكره دوري الايطالي ما بيغيروش يعني، المدرب اللي يمشي من فريق خلاص ما ينفعش يمسك فريق تاني في نفس الموسم يعني. نفسي ان احنا نعمل الموضوع ده، هيبقى افضل بكتير يعني. طيب نكمل اخبارنا. الشروق خدت او يعني تصريح معروف بالنسبه لهندرسون طبعا قائد ليفربول، طبعا لعيب مهم جدا في وسط الملعب، ويشبه فيه صلاح بسواريز، وهو بيتكلم على ان محمد صلاح كل لما بيبقى عليه انتقادات اكتر وكل لما يبقى الناس مركزه معاه اكتر وبتحاول ان هي تقلل من معنوياته، بالعكس ده بيديله دافع اكتر او اكبر كمان للتالق، وده اللي حصل مع محمد صلاح. وبيقول ان ده كمان كان بيحصل مع لويس سواريز قبل رحيله لبرشلونه. لويس سواريز طبعا كان عامل مواسم رائعه مع ليفربول، وكان قريب ان هم يتواجوا ببطوله الدوري الانجليزي لولا خطا جيرارد الشهير في مباراه تشيلسي، وديمبابا اللي قدر انه يحرز هدف من خطا لجيرارد. الامور انقلبت راسا على عقب في بطوله الدوري الانجليزي في هذا التوقيت. لكن الجميل ان محمد صلاح رغم الانتقادات العديده اللي اتعرض ليها في بدايه الموسم، وان هو ما بيسجلش وان هو متراجع وان هو كمان ظاهره الموسم الواحد على حد طبعا تعبير الصحف الانجليزيه، لكن محمد صلاح قدر ان هو يثبت ان هو لعيب مش بتاع موسم واحد بس، ان شاء الله مواسم عديده. هو ثالث احسن لاعب في العالم، وكمان حتى الان احرز 14 هدف، بينافس اوباميانج، بينافس هاري كين اللي اتصاب حياه شهر تقريبا بعيد عن الملاعب او اكتر كمان. وكمان قدر ان هو يعمل 7 اسيست في بطوله الدوري حتى الان، رقم كبير بالنسبه لمحمد صلاح. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق والاستمراريه على هذا المنوال وهذا المستوى الرائع. سكاي سبورت بتتكلم على اجواين طبعا نجم يوفنتوس ونجم نابولي السابق ونجم ريال مدريد الاسبق، كان او خلاص يعني على وشك الانتقال لصفوف تشيلسي في مهمه طارئه. هم بيتكلموا ان هي مهمه طارئه، اولا علاقه قويه جدا ما بين ساري المدير الفني لتشيلسي واللي كان بيقود نابولي ايام تواجد ايجواين فور انتقاله من ريال مدريد لنابولي. ايجواين قدر ان هو في 35 مباراه يحرز 36 هدف مع نابولي، الكيمياء بالنسبه له كانت ماشيه بشكل كويس جدا. بعدها انتقل ليوفنتوس بعد ما دفع الشرط الجزائي اعتقد 94 مليون يورو، كانت صفقه كبيره جدا، لكن انتقل ليوفنتوس. انا قلت تشيلسي ولا يوفنتوس؟ اعتقد قلت تشيلسي. ماشي، انتقل ل يوفنتوس ب 94 مليون يورو، كان مبلغ كبير جدا لكن ما كانش بالمستوى الكبير اللي كان عليه في نابولي. ساري عايز اجوايين عشان يكون اضافه خط الهجوم حتى لو بقيت الموسم بس، الامور خلاص قربت تنتهي، واعتقد ان هو قرب اجوايين ان هو ينتقل لتشيلسي في صفقه هتكون مهمه جدا، واكيد في ظل تواجد جيرو وموراتا. اعتقد موراتا قرب يرحل كمان يا اما لميلان او لاحد الفرق الاخرى، فبالتالي طبعا زي ما احنا عارفين ان ساري هيقدر ان هو يوظف اللعيب او هيقدر ان هو يستخرج كل الامكانيات الخاصه بإيجوايين زي ما قلت لكم، هو كمدرب ليه في نابولي وتالق معاه بشكل كبير جدا. الخبر اللي جاي برضه خبر غريب شويه من اس ان برشلونه بيحدد المقابل المادي لبيع البرازيلي كوتينيو نجم برشلونه والنجم البرازيلي الكبير. كوتينيو ما بقالوش 6 شهور في برشلونه، انتقل في صفقه قياسيه حوالي 160 مليون يورو من ليفربول لبرشلونه. الراجل لما راح يعني ما اعتقدش ان هو لعب بالصوره اللي الناس كلها كانت متوقعها، يعني بسبب بالتحديد ان هو عنده امكانيات كبيره قوي قوي، كوتينيو لعيب كبير جدا، لكن اعتقد ان هو ما تاقلمش مع برشلونه. بالمناسبه كلوب كان اداله النصيحه دي، قال له انت موجود هنا في ليفربول هتفضل كبير، هتفضل لاعب مهم هناك، بتروح بيبقى فيه ميسي وفي سواريز وفي لعيبه كتيره جدا ممكن ياثر عليك بالسلب، وده فعلا اللي حصل مع كوتينيو. اعتقد كان الافضل بالنسبه له ان هو يبقى في ليفربول، لكن
مانشستر يونايتد هتقدم عرض كبير طبعا لبيع او لشراء كوتينيو من برشلونه، وخصوصا ان برشلونه حطت حوالي 100 مليون يورو يعني اقل سعر ممكن يوافق عليه لبيع كوتينيو. ما اعتقدش ان ليفربول ممكن تخش في صفقه تاني خلاص يعني. طيب كمان من ضمن الاخبار او اخر خبر معانا، وهو العلاقه ما بين اسكو نجم ريال مدريد وسولاري المدير الفني الحالي للملكي الاسباني. طبعا زي ما احنا عارفين العلاقه صعبه جدا او متوتره جدا ما بينهم خلال المرحله دي، بقاله شهرين ثلاثه بالظبط سولاري مش بيلعب اسكو كتير، ما بيشاركش، ما عندوش عدد دقائق كتير بيشارك فيها اسكو، فبالتالي اللاعب يعني بيفكر ان هو يرحل على عن فريق ريال مدريد وانتقل لاحد الفرق، وخصوصا ان في اهتمام كبير جدا من فرق الدوري الانجليزي وبالتحديد مانشستر سيتي وجوارديولا. اسكو لعيب كبير وامكانياته هائله طبعا، لكن اكيد يعني ممكن يكون في حل لهذه الجزئيه من خلال اداره ريال مدريد، وريال مدريد طبعا مش مستحمله ان هي كمان تستغنى عن اسكو، ده بالعكس محتاجين تدعيمات اكبر بكتير خلال الفتره والمرحله الهامه جدا المقبله بالنسبه لهم. طيب دي كانت اهم الاخبار وابرزها في الساحه المحليه والعالميه، واخبار كمان محترفين في الفريق بالتحديد، اتكلمنا عن محمد صلاح. بعد الفاصل هيكون معايا فقره حواريه هامه جدا 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 مع صديقي العزيز محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع وعضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين. تابعوا هذه الفقره، هنتكلم في امور وملفات عديده جدا، استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، حلقه كلام في الميديا النهارده. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع عضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين. ابو حميد منورني ومشرف حبيبي امير، وسعيد ان انا معاك، وسعيد ان لما الاقي واحد شاب زي كده بياخد فرصه. انت تستحقها طبعا، احنا مع بعض من زمان في قناه الاهلي من ايام المجلس اللي فات واللي قبله طبعا، انت متالق وربنا يكرمك وبالتوفيق كده ليك الفتره الجايه باذن الله. ربنا يخليك مراد، وانا اكيد ببارك لك برضه على عضويه المكتب التنفيذي. انا عارف ان هو موضوع كبير وضخم بالنسبه لك، لكن انت قدها ان شاء الله باذن الله، وكلكم باذن الله تقدروا تعملوا او تضيفوا حاجه للرابطه باذن الله. الحمد لله، والله انا سعيد طبعا ان انا موجود في رابطه النقاد الرياضيين، وسعيد اكتر بثقه زمايلي، وان شاء الله نقدر نقدم لهم حاجه. زي ما قلت حضرتك احنا 540 صحفي طبعا، 540 صحفي في اقوى رابطه في النقابه، في النقابه الصحفيين. احنا شعبه من شعب نقابه الصحفيين طبعا، لكن رابطه النقاد اعتقد او مش اعتقد يعني ده الرسمي او ده الفعلي انها اقوى رابطه في داخل نقابه الصحفيين. ان شاء الله باذن الله يعني بنحاول او بنسعى جاهدين ان احنا نخدم زمايلنا، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعمل حاجه. بدانا طبعا او بزياره النادي الاهلي طبعا، كان النادي الاهلي طبعا سباق في اي حاجه، وكان في دعوه من مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وجينا ومعانا الرابطه كلها بالكامل الاستاذ حسن خلف الله والزملاء. طبعا اتكلمنا في حاجات مهمه طبعا كالعاده، طبعا كابتن محمود الخطيب كان مجهز اسئله كويسه طبعا يعني بعد الاستفسارات، والحمد لله قدرنا ان احنا نجاوب عليها، ويبقى في تعاون بيننا والفتره الجايه ومع يعني وتسهيل مهمه الصحفيين زمايلنا في اي مكان سواء بقى الاهلي او اي نادي تاني. طبعا كان في زياره مع الوزير مؤخرا، وزير الرياضه اشرف صبحي، واعتقد انها يعني لو اتحقق اللي احنا اتفقنا عليه بنسبه 20 او 30% من الدار في القعده، يعني باذن الله هيبقى شيء كويس لينا ولزمايلنا. ده اللي بنعمل جاهدين ان احنا نحققه، يعني ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في توفيق للمجلس وتوفيق للرابطه ان احنا نقدر نحقق حاجه، وان شاء الله يعني نبقى على ثقه زمايلنا وان شاء الله نحقق لهم المطلوب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ابو حميد، خلينا نقول خبر عاجل، وهو تاهل مصر او منتخب مصر كره اليد للدور التالي بعد الفوز على انجولا. النتيجه كانت كام يا جماعه؟ النتيجه كام؟ 33-28 لمصر، قدروا ان هم يتفوقوا على انجولا وتاهلوا للدور التالي، واكيد ده فوز كان مهم جدا وتاهل هام جدا جدا للمنتخب المصري لكرة اليد. خلينا سريعا نروح لحسام زايد رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد كرة اليد عشان نطمن منه على البعثة بشكل عام، ونبارك لهم كمان على الفوز الهام النهارده والتأهل. يا أستاذ حسام مساء الفل عليك. ألو
طيب الخط قطع، نرجع نكلمه تاني. اكيد فوز النهارده مهم جدا يعني، طبعا بنبارك طبعا لمنتخب مصر طبعا لكره اليد، حاجه بتفرح المصريين. طبعا التاهل في مجموعه شايف انها مجموعه صعبه، منتخب السويد من اقوى منتخبات العالم، طبعا منتخب المجر متميز جدا في اللعبه دي، وقدرنا ان احنا نتعادل معاه امبارح، اول اللي قدر يتعادل معانا امبارح. كنا قريبين من الفوز يعني، كنا فارقين للاسف اكثر من 5 اهداف او 6 اهداف في الشوط الثاني. حصل بعض الدروبات طبعا، في طرد في اخر 3 أو 4 دقائق للمنتخب، في طردين للاعبين طبعا اثر في الـ في الـ في النتيجه في الاخر في اخر دقايق، بس الحمد لله احنا قدرنا نتعادل، قدرنا نفوز النهارده على منتخب انجولا. منتخب مصر بيلوم لعيبه كويسه جدا، من افضل اللعيبه يعني، مش عايز اقول على مستوى افريقيا بس، لا على مستوى افريقيا، وفي بعض اللعيبه مصنفين على مستوى العالم. امبارح محمد عصام الطيار يعني قدم مستوى رائع جدا، كسبنا جون امبارح. ان شاء الله اتمنى ان هم الفتره الجايه ان شاء الله على هذا الجمال. طيب خلينا نروح سريعا للمداخله الهامه جدا مع استاذ حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه لاتحاد كره اليد. حس مساء الفل عليك، طمنا على البعثه والف مبروك الاول طبعا على التاهل. حسام الو امير، انا سامعك بس الصوت بعيد شويه يعني. مبروك طبعا لينا كلنا، ومبروك لمصر، ومبروك لمنتخب مصر طبعا. الحمد لله انجاز، يمكن خلينا نقول انه يعني اول مره من 2001 لما خدنا رابع العالم، اول مره من بعدها ان احنا نعدي المركز ال 13. مصر كده دخلت ما بين ال 12 منتخب الاوائل على مستوى العالم، ولسه ان شاء الله في الدور الرئيسي لبطوله العالم لكره اليد. ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا في الـ3 ماتشات اللي هيلعبهم في الدور الرئيسي، وممكن نتقدم اكثر باذن الله، وتبقى حاجه يعني خطوه مهمه قبل استضافه مصر لبطوله العالم 2021 باذن الله يا امير. وطبعا يعني مبروك ليك، ومبروك لصديقي العزيز محمد مراد، ومبروك لكل جماهير مصر وكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. تمام، اكيد يعني مبروك لكل الجماهير المصريه هذا التاهل الهام جدا. لكن عايز في البدايه اتكلم معاك عن كواليس المباراه النهارده امام انجولا، وخصوصا ان انجولا كمان كان عندهم فرص للتاهل. المباراه كانت ماشيه ازاي، وهل التفوق بالنسبه للمنتخب المصري كان من اول مباراه حتى اخرها؟ امير انا بس الصوت بيقطع من يعني مش طيب. سامعني كده كويس؟ سامعني كده حسام؟ تمام. انا بتكلم معاك عايز اعرف كواليس المباراه النهارده كانت ماشيه ازاي، وهل التفوق المصري خلال المباراه كان منذ البدايه بتاعت هذه المباراه، وخصوصا في ظل كمان ان كان في فرص كبيره لانجولا للتاهل في حاله الفوز؟ الحمد لله طبعا يعني كانت يعني كل يعني قبل المباراه الناس كلها كانت متوقعه النتيجه انه مصر هتكسب، لكن في النهايه يعني دي رياضه ومش مضمون فيها النتيجه. الحمد لله منتخب مصر كسب انجولا 33-28، وكانت النهارده الجوله الختاميه في الدور الاول، وكان لازم نكسب علشان نصعد مباشره، ونتجنب ان احنا لسه ننتظر مباراه قطر والارجنتين اللي هتتلعب بعد شويه. كانت يعني كان المنافس فينا هو منتخب الارجنتين، لانه هو متساوي كان معانا قبل مباراه النهارده في النقاط، كان عنده 3 نقاط واحنا كان عندنا نفس الرصيد. فكانت القصه انه لازم نكسب علشان احنا كده حسمنا، لاننا متفوقين عليه في المواجهات المباشره. احنا كنا كسبنا الارجنتين 22-20، فبالتالي منتخب مصر الحمد لله حسم الصعود للدور الرئيسي. طبعا النظام مختلف السنه دي غير كل بطوله، السنه دي بيطلع 3 بس من كل مجموعه، كل مجموعه فيها 6 منتخبات. احنا قدرنا ان احنا يعني ناخد المركز الثالث في المجموعه الرابعه، وهيكون ان شاء الله الدور الرئيسي مع الـ3 فرق اقوياء ايضا من المجموعه الثالثه اللي هي الدنمارك والنرويج، وغالبا هيكون منتخب تونس لسه هيلعب مع النمسا اللي لسه فيه هو اللي هيصعد في المجموعه، لكن احتمال كبير يكون المنتخب التونسي، وهتكون مواجهه طبعا شرسه يعني زي مصر وتونس في كره اليد زيه زي كره القدم، بيكون مختلف وبيكون كل الجمهور منتظره. فيعني الحمد لله مره ثانيه، وكمان يعني زي ما محمد عصام الطيار تالق امبارح النهارده كمان كريم هنداوي كان موجود في المباراه، وفي اكثر من كره يعني ظهر انه حارس مرمى كبير، وطبعا كل نجوم منتخبنا طبعا يعني علي زين، احمد الاحمر، محمد ممدوح، هاشم، اسلام حسن، يعني كلهم، ابراهيم المصري، كل مجموعه مش عايز انسى حد. فالحمد لله يعني مبروك مره ثانيه، مبروك لينا كلنا، وان شاء الله منتخبنا يقدم مستوى افضل واقوى ان شاء الله في الدور الرئيسي. طيب اخيرا ازاي تم تدارك البدايه الصعبه في البطوله من خلال الهزيمه من السويد وقطر، ومن ثم قدرت ان انت تتاهل للادوار التاليه؟
صحيح يمكن يعني الكل اتكلم على انه البدايه كانت لحد ما غير موفقه. يعني مباراه قطر هي تحديدا اللي خلت الناس اتكلمت على مستوى منتخبنا، لانه يعني انت بتتكلم على السويد هو بطل العالم 4 مرات، فانك تتغلب بفرق 3 بعد ما قدمنا مستوى الى حد ما كان جيد في فترات كتير من المباراه ده كان الى حد ما مقبول، لكن اللي كان غير مقبول انك تتغلب من منتخب قطر رغم انه يعني انت واجهتهم قبل كده في بطولات العالم 3 مرات كسبت في 3 مواجهات، فكان مستوى يعني مهزوز شويه، لكن يعني الاكيد انه ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني يعني مدير فني جديد مع منتخبنا ما كملش سنه مع منتخب مصر، ف الى حد ما الطريقه اللي هو بيلعب بيها اللعيبه نفسهم ان هي تنفذ طريقه المدير الفني الجديد، كل ده ظهر فعلا في مباراه المجر امبارح تحديدا بعد ما كسبنا الارجنتين كمان، لكن امبارح تحديدا فعلا ظهر منتخب مصر بشكل مختلف وبطريقه لعب مختلفه سواء على المستوى فروق الدفاع او حتى في الهجوم الخاطف او الارتداد السريع، فكل ده الحمد لله ظهر امبارح ومن مباراه الارجنتين وكمان النهارده مع انجولا ان احنا ما كسبناش المباراه اقرب من انجولا، لا كنا دايما بنفرق وصل الفرق ل8 اهداف و9 اهداف، فبالتالي الامور بدات تظهر والبصمه بتاعت ديفيد ديفيز بدات تظهر على منتخبنا في المباريات الاخيره، نتمنى انه ده يكمل ان شاء الله في الدور الرئيسي للبطوله ان شاء الله. حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه لاتحاد كره اليد بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واكيد بنبارك لكل الشعب المصري على هذا التاهل، تحياتنا بكل تاكيد لكل اللاعبين والجهاز الفني والبعثه بشكل كامل. ارجع طبعا لضيفي العزيز استاذ محمد مراد، وعندنا ملفات بقى كتير عايزين نتكلم فيها. وفي تعليق بس على موضوع منتخب اليد، يعني طبعا بنبارك لهم، عايز لما نيجي نتكلم على قطر نقول منتخب مجنسي قطر، مش عايز اقول قطر يعني طبعا هو عندهم لعيب قطري واحد وما بيلعبش اساسا، يعني هو يعني ده حاجه مش شايف انها كويسه، لكن هو يعني المنتخب بيعتمد على مجنسين، احنا خسرنا الماتش يعني بعامل نفسي بسبب الضغط بسبب المجهود اللي احنا بذلناه في ماتش السويد، فاتمنى ان ما حد يجي يتكلم منتخب مجنسين، منتخب مش منتخب قطر. دي حقيقه دي حقيقه. طيب نبتدي بقى كلامنا او نستكمل كلامنا ونتكلم عن النادي الاهلي ومباراه الغد ان شاء الله امام فريق شبيبه الثوره في تاني جولات الفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا ودور المجموعات، شايف المباراه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه يعني طبعا ما فيش مباراه في دوري يعني دوري الابطال او دور المجموعات طبعا اللي بيوصل له بيبقى يعتبر اقوى الفرق اللي في افريقيا حاليا، فريق الثوره او الكره الجزائريه عموما بتبقى في ماتشاتها مع مصر اهلي زمالك اسماعيلي بتبقى ماتشات رخمه، ماتشات مش سهله زي افريقيا. الاهلي طبعا كسب اول ماتش في فيتا كلوب 2-0 هدفين، شايف انه فوز مهم جدا في الفتره دي، الاهلي بيحاول يلملم اوراقه بيعيد نفسه من اول وجديد. الماتش بكره يعني او انا بقرا القايمه في 19 لعيب غايب، يعني منتخبين يعني مروان محسن وازارو وصلاح محسن واحمد فتحي ومحمد نجيب وسعد زمير ورام ربيعه يعني منتخب احترامي منتخب مصر الله يكون في عون الاهلي طبعا، يعني 5 او 6 لعيبه من دول بيشكلوا منتخب مصر. بكره الماتش طبعا صعب جدا، موضوع النجيله الصناعي دي اعتقد انها تاثر على بعض اللعيبه، لكن الاهلي يعني زي ما عودنا طبعا بيتخطى الصعوبات طبعا بيجهز في اي موقف، في اكتر من لعيب جاهز، رمضان صبحي مستواه بيرتفع من ماتش لماتش، حسين الشحات يعني اتمنى ان هو يلحق يدخل في الفورمه بتاعه والناس مستنيه منه كتير، هو الراجل اللي عايز يقدم كل حاجه في اقل وقت، فاعتقد ان ده هيبقى صعب، لكن عليه ان هو يثبت نفسه للجماهير بكره في ماتش الثوره. طبعا لعيب اكتسب خبره من وجوده في المنتخب من وجوده في نادي العين الاماراتي ولعب كاس عالم الانديه، طبعا في اكتر من لعيب، ناصر ماهر طبعا لعيب مميز جدا طبعا، يعني بكره في ازمه في خط الهجوم ما فيش مهاجم صريح، دي اعتقد ان الاهلي هيتغلب عليها طبعا ان هو بيلعب باكتر من لعيب صانع لعب عنده الناحيه الهجوميه عاليه زي رمضان صبحي حسين الشحات وليد سليمان لغايه دلوقتي موقفه الطبي مش هيتحدد بالليل ان شاء الله، بس ان شاء الله يتمنى ان هو يكون جاهز وهيبقى جاهز باذن الله ويشارك بكره في الماتش. طبعا 3 نقاط مهمين طبعا لو خدناهم اعتقد بنسبه 70% هنبقى تاهلنا للدور التالي،
لو التعادل طبعا مش وحش للنادي الاهلي في الوقت الحالي وقصاد فريق طبعا مش سهل. يعني طبعا الكره الجزائريه زي ما قلت حضرتك يا امير ان الكره الجزائريه كره رخمه زي يعني على طريقه الكره المغربيه وكره تونس. شمال افريقيا عموما بيبقى مواجهته صعبه. ان شاء الله بكره يعني على الاقل التعادل، بس ان شاء الله نظهر بمستوى كويس والاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويفضل متصدر للمجموعه مع منافس قوي سيمبا التنزاني طبعا منافس قوي طبعًا. يعني فيتا كلوب طبعا يعني باستثناء الخساره اللي اتعرض لها امام الاهلي فيتا كلوب فريق كويس، بس ان شاء الله الاهلي يرجع. والاهلي زي ما تعودنا طبعا بيظهر في المواقف الصعبه، عنده حاجه مميزه مش موجوده في الدوري المصري او في اي فرق في الدوري المصري، ان هو بيقدر يرجع بسرعه يعني عكس اي فريق تاني. لو اتعرض لمشكله المشكله دي بتاخد معاه وقت، او عنده سلسله الاصابات اللي موجوده دي والغيابات دي بالظبط بتاثر على اي فرقه. ان شاء الله الاهلي بكره يقدم نتيجه كويسه ويقدم اداء كويس، وان شاء الله يعني اي نتيجه بقى الفوز او التعادل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بما اننا كنا بنتكلم عن بعض العناصر الخاصه بفريق النادي الاهلي، هل انت مع الدفع بجونيور اجاي كمهاجم خصوصا ان هو لسه راجع من اصابه، خصوصا كمان الفريق هيلعب على ملعب نجيل صناعي، ولا الافضل ان النادي الاهلي يبتدي بمهاجم وهمي زي ما شفنا باخر مباراتين؟ تمام طبعا يعني جونيور اجاي طبعا لعيب كان في فتره من الاوقات كان هو نجم النادي الاهلي طبعًا. لعيب طبعا امكانيات رائعه طبعا بيحقق مستويات كويسه وانضم لمنتخب نيجيريا طبعا الفتره قبل الاصابه. وجود جونيور اجاي مهاجم في الفريق كان بيلعب بعض الماتشات لعب في المكان ده كتير قبل كده، وكان بينزل من الوسط للهجوم. اعتقد ان يعني لو اللاعب جاهز يعني طبعا ده رؤيه اللصارتي، لا هو جاهز هو من ناحيه الفنيه والبدنيه جاهز طبعا، متوقفه على رؤيه اللصارتي بكره مستوى اللاعب ايه يبتدي بيه الماتش ولا يبتدي ينزل بيه في شوط تاني ان هو يجهزه واحده واحده. طبعا ده اللي هيتحسم اللي هيحسمه لاسارتو ويحسمه النهارده في التدريب، لكن اعتقد بنسبه كبيره ان هو ممكن يبتدي بجونيور اجاي لاعب عنده امكانيات يبتدي بيه عنده امكانيات. ما فيش يعني مع احترامي ما فيش غيره يعني عندك اوراق يبقى في اوراق رابحه بره يعني مثلا ناصر ماهر او وليد سليمان ايام في يوم اللي يبتدي في اكتر من ورقه رابحه بره في على الدكه عكس زمان يعني محمد شريف برده موجود في اكتر من لاعب مميز ان شاء الله يقدر بكره يعني يبقى يحل ازمه الهجوم دي. يعني رمضان صبحي طبعا مستوى من ماتش لماتش بيرتفع وبيكتسب ثقه الجماهير تاني. ده ملتحق حسين الشحات برده عنده النزعه الهجوميه دي بيقدر يجيب اهداف. عندك برده تسديدات عمرو سوريه لو موجود وجاهز طبعا يعني في اكثر من لاعب يقدر يحل لك ازمه الهجوم. الاهلي ما عادش فيه في الكره اللي احنا عارفينها الاوروبيه والعالميه ما عادش فيه حاجه اسمها مهاجم صريح. صح كله دلوقتي بيجيب يعني مثلا رونالدو هداف كان هداف ريال مدريد ودلوقتي هداف يوفنتوس. ميسي مش مهاجم صريح يعني خلاص ما عادش في حاجه اسمها المهاجم الصريح. الكره خلاص اتغيرت اي حد يقدر يجيب اجوان وتحديدا الفرصه بتبقى متاحه للي جاي القادمين من الخلف، ودي متميزه جدا في يعني في اكثر من لاعب في النادي الاهلي. ان شاء الله بكره يقدروا يحققوا المطلوب وان شاء الله يعني اي حد فيهم يجيبوا، المهم يكسبوا خلاص اي حد يجيب جوان ان شاء الله. الشريف اكرامي حتى محمد الشناوي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق من خلال مباراه الغد. طب خلينا نتوقع التشكيل مع بعض. تمام توقعاتك التشكيل ايه ممكن يبتدي بيه؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم اعتقد انه يبقى موجود بكره بنسبه كبيره خلاص، ايمن اشرف وعلي معلول ايمن اشرف وعلي معلول ومحمد هاني خلاص يمين. احمد فتحي طبعا غايب وباسم عادل غايب وفي في الوسط طبعا هشام عمرو السوريه واعتقد ان كريم نتفيد يعني هو الاكثر حمدي فتحي اعتقد انه صعب ان انت تدي له فرصه في ماتش زي ده يعني وبره مصر لو جوه مصر اقول لك طبعا بسبب غياب هشام محمد على هذه المباراه محمد طبعا غايب طبعا فاعتقد ان الاقرب كريم نتفيد هو اكثر خبره في هذا المكان اكثر يعني مستوى برده يعني كريم نتفيد تعرض لمشارك في المركز ده تالق بشكل كبير جدا وبرده في المركز ظهير ايمن برده تالق هو جوكر بصراحه هو لعيب كويس جدا لكن هو الناس زي ما قلت لك امير ان هو طالع في لعيب اسمه كريم نتفت هيكسر الدنيا في لعيب اسمه كريم نتفت هو اللاعب حتى في المنتخبات يعني عندنا في المنتخبات برضو يعني كان كله وهو مع منتخب معتمد جمال ودلوقتي مع كابتن شوقي غريب وقبل كده كان مع حسام البدري المنتخب الاولمبي كان يعني كله بيحكي عنه يقول لك لعيب كويس وعنده امكانيات. اللعيب من كتر الضغط دي والامال اللي محطوط عليه هو اللعيب ما استحملش الضغط لكن بدا يخرج من الضغوط دي شويه وبدا يتالق ويرجع تاني لمستواه وحتى اللعيب باين في جسمه البدني يعني جسمه دلوقتي يعني اللعيب مهتم بنفسه وشايف ان هو هيبقى اضافه لو ركز اكتر الفتره الجايه ولو خد فرصته والجماهير ساعدته ان هو يتالق.
هيبقى مكسب للنادي الاهلي ومكسب للمنتخبات الفتره الجايه. هو لعيب من الاساسيين في المنتخب الاولمبي مع كابتن شو غريب، وعندهم طبعا بطوله صعبه في التصفيات الافريقيه في شهر 11 هنا في مصر المؤهله للاولمبياد، فان شاء الله يقدر يحقق. طبعا رمضان صبحي لعيب لا غنى عنه، حسين الشحات، جونيور اجايي بقى دلوقتي، او وليد سليمان، او ناصر ماهر، يعني المهاجم اعتقد يعني اثنين من الثلاثه هيبقى موجودين، بس اعتقد ان الاقرب يعني وليد سليمان وجونيور اجايي قدامه، ويبقى ناصر ماهر ورا رابحه ينزل في شوط ثاني يقدر هو لعيب رائع جدا ناصر ماهر، بس عنده الحته ان هو بيتعب بسرعه ومجهوده بيخلص بسرعه، فشايف اعتقد الفتره الاخيره ابتدى يتدارك السلبيه اللي عنده دي، يعني شفناه بيلعب 90 دقيقه اخر كام مباراه لعب 90 دقيقه يعني. هو بيبقى طبعا هو لعيب كويس وجاهز، بس عنده الحته دي مش يعني لغايه دلوقتي ما وصلش للدرجه اللي هي اللي هو المدير الفني يقدر يعتمد بالزبط. عليه يسيبه لمده 90 دقيقه، لكن بيبقى من التغييرات المطلوبه في المباراه يعني بعد 70 او 80 دقيقه بنلاقي مثلا معظم المباريات ناصر ماهر بيتم تغييره، لكن هو لعيب طبعا اضافه كبيره. زي دي اعتقد مع التدريب ممكن تتطور طبعا، مع التدريب والتطوير والحاجات دي كلها بتتطور. في لعيبه يعني بنشوف بره امير، يعني واحد زي ميسي ده يعني بنقعد نسمع قصه حياته وجسمه وجسمانه البدني كان عامل ازاي، وكان بيلعب قد ايه ولازم يلعب وقت قليل، دلوقتي بيلعب 90 دقيقه وبيلعب كل يومين ثلاثه ماتش وبيلعب وبيحقق نتائج وارقام قياسيه. ده اللي احنا بنفتقده هنا في مصر، كان عندنا اكثر من موهبه واكثر من لعيب يعني مهاريين ما باخدوش حظهم وما باخدوش حقهم بسبب الاصابات. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في اهتمام بالملاعب اولا، ان معظم الاصابات بتيجي من الملاعب وارضيه الملاعب، بعد كده التدريبات التطور التدريبي طبعا بنشوف بره. محمد صلاح حتى ما يعني مشكلته مع المنتخب ان هو كان بيطلب طلبات شايف انها طلبات صحيه، كان بيجي الناس حتى بيسالوه في ايه اللي بره، كان هو بيجيب لهم اسامي اجهزه والاتحاد الكره بيتعاقد مع الاجهزه دي بناء على طلب محمد صلاح. فاعتقد ان موضوع التطور اصابات الملاعب والحاجات دي لازم نهتم بيها الفتره الجايه في مصر باذن الله. اكيد ان شاء الله. طيب عايز اتكلم برضو عن مستر لاسارتي، وهل بصماته الفنيه وضحت على الفريق خلال ثلاث مباريات بس ولا لسه محتاج وقت اكتر؟ لا طبعا، هو المدير الفني او مدرب، اي مدرب لازم بياخد، مدرب اجنبي عموما بيبقى محتاج فتره عما بيشوف ايه المميزات وايه الايجابيات والسلبيات بتاع اللعيب. بنشوف لعيبه مع احترامي يعني ما كانش لها مثلا ما بقاش لها وجود، لا بتحظى باقتناع مدرب اجنبي، المدرب ده بيقدر يطور اللاعب ده يبقى نجوم، احد نجوم الفريق. واعتقد لغايه دلوقتي يعني لسه لاسارتي ما حدش ايده بنسبه 99% على التشكيل الاساسي المنتخب او اجابات الاهلي عموما. في طبعا غيابات طبعا، فدي لما ترجع هتغير طبعا شكل الاهلي. احمد فتحي طبعا موجود لعيب لا غنى عنه طبعا، رامي ربيعه طبعا لما يرجع، كل دي هتساعد، سمير برضه لما يرجع، كل دي طبعا اسامي لما ترجع هتغير فكر مستر لاسارتي. الاسامي الموجوده طبعا يعني ما فيش خلاف عليها وبتتطور من فتره لاخرى، لكن لما بيبقى عندك اكثر من بديل جاهز واكثر من لاعب جاهز واكثر من نجم، فدي بتاثر بتغير فكر المدرب. لكن يعني المدرب يعني بدا خلاص، يعني التشكيل معظم المباريات بيبقى تشكيل ثابت واللعيبه معروفه، التغييرات بتبقى في حدود معينه. يعني زي ما قلت لك يا امير، يعني بنسبه 70% و80% لاسارتي يعني حط ايده على مفاتيح اللعب الاساسيه. اعتقد ان هو مبشر بشكل كبير من خلال الاداء اللي شفناه، يعني حتى اول مباراتين سواء امام بيراميدز او سموحه الاهلي كان الشوط الاول بس كان متفوق، الشوط الثاني كان في تراجع شويه في المستوى. مباراه فيتا كلوب الاهلي اعتقد على مدار ال 90 دقيقه كان الاداء مقبول، يعني لو افضل اداء ونتيجه طبعا ماتش فيتا كلوب والاهلي طبعا. يعني الشوط الاول كان الاهلي كان مستحوذ على الماتش تماما وضيع اكتر من اربع او خمس اهداف وكان اكثر تاثير على المرمى. الشوط الثاني برده كان كله زي ما انت قلت يا امير، طبعا الشوط الثاني الاداء اللعيبه تحس انها نايمه شويه، ما عندهمش التركيز او الحماس بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، لكن ده ظهر في لقاء فيتا كلوب وجبنا جونين في الشوط الثاني وضيعنا برده اكثر من اربع او خمس اهداف. لكن انا مع معقوله ان الاهلي بيصنع مدرب او لعيبه الاهلي وجماهير الاهلي تحديدا بتصنع او بتساعد المدرب بنسبه 60%، يعني 40% بقى مدرب و60% اهلي ولاعيبه وجماهير. شايف ان الاهلي صنع اكثر من مدرب قبل كده مع احترامي للاسماء، راحوا كذا مكان بره ما حققوش النتائج اللي احنا كنا منتظرينها او ما حققوش النتائج اللي كانت مطلوبه منهم. شايف ان سر نجاح المدربين في جماهير الاهلي ولاعيبته والكوكبه اللي موجوده من النجوم دلوقتي، يعني طبعا
اسامي هتفرق جدا في ترتيب النادي الاهلي الفتره الجايه في الدوري المصري. زي ما قلت لحضرتك ان الاهلي جماهير الاهلي عندها حاجه يعني شايف انها ايجابيه وسلبيه، انما بتحبش فريقها يخسر يعني في يعني في في كره القدم. تعالى شوف نشوف ريال مدريد احسن نادي او نادي القرن في العالم بيتعرض لكوبا السنه دي، ويعني لازم تمر يعني بعد 10 سنين او 20 سنه تالق لازم تيجي سنه بالزبط. بيبقى فيها احلال وتجديد بتحاول تعدل فيها وبتحاول تصحح فيها الاخطاء اللي انت الاخطاء المتراكمه من كذا سنه. الاهلي جماهير الاهلي ما عندهاش صبر في الحته دي، فعشان زي ما قلت لك انها ايجابيه وسلبيه. لكن الاهلي شايف ان هو الفتره دي تعاقد مع صفقات مميزه جدا، هيقدر او خلاص يعني نرجع لمستوانا في افريقيا خلاص. ده هو اول مجموعه او ثاني مجموعه فرق الاهداف في الدوري المصري بدا يرجع تاني. طب خلينا نتكلم على الصفقات، بما انك جبت سيره الصفقات، تقييمك ايه للعدد اللي جابه النادي الاهلي؟ اعتقد 7 لاعبين، تقييمك ايه للصفقات دي؟ ويمكن البعض بيتكلم على ان النادي الاهلي انفق مبالغ باهظه من خلال يعني تعاقدات خلال شهر يناير. طيب يعني نبتدي بالمبالغ الاول. تمام. كمبالغ المعروضه في اي لعيب مصري مع احترامي ما مبالغ فيها. بس انت دلوقتي طبعا ده السوق، دلوقتي ده سوق الانتقالات، انت مضطر. وغير كده انت سوق الانتقالات دلوقتي كله بيتعامل بالدولار، ما عادش حد بيتعامل بالجنيه المصري. يعني اللعيب ده بيساوي كام دلوقتي؟ 1.5 مليون او 2 مليون دولار؟ 2 مليون دولار في مع فرق العمله طبعا يعني 40 مليون و50 مليون، فاعتقد ان المبالغ مقارنه كله دلوقتي بيتعامل بالدولار، ما عادش حد بيتعامل بالجنيه. فدلوقتي هتحسبها من كذا ناحيه، يعني برضك ايجابيات وسلبيات. انت دلوقتي وراك 60 مليون مشجع، فلازم تحقق لهم املهم، لازم ترجع تضم اكثر من صفقه مميزه تقدر تحقق للنادي الاهلي. ما اعتقد لما مش موجود رمضان صبحي وحسين الشحات دلوقتي وياسر ابراهيم كان الاهلي هيبقى شكله مش يعني كان شكله مش هيبقى كويس يعني. بماتش زي فيتا كلوب رمضان صبحي كان احد نجوم الفريق. طبعا حسين الشحات يعني ما وصلش الاداء اللي احنا مستنيين منه، لكن اثروا فيه وبيبقى مدي ثقه للجهاز ومدي ثقه للعيبه ان انت عندك لعيب مميز جاهز، عندك لعيب بره على الدكه برضك جاهز، ناصر ماهر او وليد سمان كان بيلعب فعلا بالملعب، عندك اكثر من بديل. لو دول مش موجودين كان اعتقد ان الاهلي كان اتعرض لازمات كبيره جدا في ظل الاصابات المتواجده حاليا. طبعا انت بتحاول ترضي جمهورك ان في ظل ان الانديه الثانيه بتعمل صفقات برضو وصفقات اسامي كبيره، يعني الزمالك تحديدا عنده فرقتين، بيراميدز عنده اكثر من فرقه بره وفرقه جوه، فانت الاهلي طبعا طبيعي ان انت يبقى عندك فرقتين طبعا جداً. وعندك نجوم، مش عندك فرقتين بس، عندك فرقتين ولاعيبه نجوم. اللي هتتكلم عن الاسعار، انا يعني شايف ان الاسعار مقارنه بالدولار خلاص، يعني خلاص انت دلوقتي مضطر، جبت لعيبه اللي بتحقق اغراضك او اهدافك. مع احترامي رمضان صبحي، سعر رمضان صبحي لما تيجي تقارنه بلعيب تاني لا يستحق المبلغ طبعًا. يعني في ظل الفلوس اللي بتدفع. لكن اسماء مهمه للانديه طبعًا, طبعا يعني رمضان صبحي شايف ان رمضان صبحي خطوه مميزه ليه، مع يعني الناس اللي بتقول ان هو رجع الاهلي، لا شايف ان رجوع رمضان صبحي للاهلي الفتره دي خطوه مميزه جدا. كان هيضيع يعني اللي احنا كنا مستنيين منه اكتر من كده في الاحتراف طبعًا. لكن هو ما حققش اللي احنا مستنيين منه، لكن ان شاء الله اتوقع ان هو يعني او خلاص هو بقى نجم النادي الاهلي دلوقتي. هيرجع منتخب مصر وهيبقى احد العناصر المؤثره جدا في المنتخب، وهيبقى احد نجوم المنتخب بالفتره الجايه اذا ما كان زمان. حسين الشحات برضك ان انا كنت شايف ان يعني او في انا في المنتخب كان ما كانش في اقتناع بحسين الشحات، ما كان في العين قوي من قبل اجيري تحديدا، ان هو في اجيري ولا كوبر؟ كوبر الاجيري دلوقتي دلوقتي اصل هو لما كان مع كوبر كان في اكثر بس ما خدوش، كان في اكثر من لاعب يعني محمد صلاح كان مكانه، وكان في معاه شيكابالا وشيكابالا انضم لاسباب مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. طب لا يعني كان بعض الناس قالوا وصلوا الكوبر ان ده هيحل لك ازمات، عنده خبره وعنده وعنده خبره ويقدر يحل لك اكثر من مشكله، يلعب يمين يلعب شمال يلعب خط وسط. يعني مش عايز افتح الموضوع خلاص، الموضوع عدى وشيكابالا انضم وما اداش اللي احنا كنا مستنيين منه في سواء مع الماتشات الوديه او في كاس العالم. ده اللي كان احد الاسباب الرئيسيه في استبعاد حسين الشحات او تفضيل لعيبه معينه لاسباب معينه على حسين الشحات. اجيري برضك ما كانش مش مقتنع يعني كان رقم 3 في حسابات اجيري. يعني كان في محمد صلاح وفي اكثر من لاعب مكان حسين الشحات. اعتقد ان حسين الشحات لما ينضم للاهلي الفتره دي هيديله طبعا ثقه الجماهير طبعا، اكيد ان هو بتفرق بقى امير طبعا، انت لعيب في الاهلي او في لعيب في الزمالك بتشاف اكتر، بتشاف اكتر، بيبقى عارف ان وراك قاعده جماهيريه هتقدر تساندك وهتقدر تساعدك وهيبقى معاك اعلام هيقدر يساندك ويساعدك. هو يستحق
لعيب يعني هو يستحق، لكن هو اللاعب لغايه دلوقتي ما حققش اللي الجماهير مستنياه، ده ضغط كبير عليه، واتمنى انه ان شاء الله يقدر يحقق في ماتش الثوره او الماتشات اللي جايه في الدوري المصري. طيب توقعاتك للاعبين اللي هيتم انقاذهم في القائمه الافريقيه في النادي؟ احنا عارفين ان ناقص مكانين بس في القائمه الافريقيه، وعندنا عدد من اللاعبين المرشحين للقيد، سواء صالح جمعه، رامي ربيعه، مين تاني يعني، في عمرو جمال، في ناس كتير يعني. هو عمرو جمال الشيخ. عمرو جمال اعتقد ان هو الاقرب. يعني عمرو جمال، عمرو جمال طبعا تم قيده في القائمه المحليه في اتحاد الكوره، اعتقد ان هو بيمر تم قيده خلاص، ود ورقه من اربع او خمس يعني من خمس ايام كان في اتحاد الكوره. تمام. طبعا هو ظروف ساعدته، اصابه ازارو، اصابه صلاح محسن، واصابه مروان محسن. طبعا حظ سيء جدا للنادي الاهلي، ومش عارف بقى كله دلوقتي يربطها بان هو في عمل معمول النادي الاهلي، لكن اعتقد ان الاهلي ما بيفكرش بالحاجات دي. في الكلام ده خالص، ما بيفكرش بالحاجات دي خالص. طبعا حظ، ده حظ في الكوره وحظ سيء، بس اعتقد ان في عوامل داخله في الموضوع ده يا امير. يعني طبعا الملاعب، ارضيه الملعب هنا في مصر سيئه جدا، بتلعب في كل ملعب مخالف عن الثاني، مختلف عن الثاني الارضيه. فاعتقد ان الاهلي بيمر بظروف صعبه. اعتقد ان يعني خلاص عمرو جمال اعتقد ان هو الاقرب، واتمنى ان صالح جمعه يتأيد. يعني ده تمني، مش هو الاقرب. الاقرب من خلال معلوماتي هو صالح جمعه. عمرو جمال اكيد مرشح بقوه في ظل الاصابات اللي انت قلتها، لكن الاقرب حتى الان في الاسمين هو صالح جمعه. يعني اتمنى ان صالح جمعه اتمنى، لكن معلومه مؤكده يعني هو كامكانيات وكلاعب صالح جمعه طبعا كبير طبعا. يعني صالح جمعه فاكر موقف في ايام برادلي، ايام برادلي كان ضياء السيد، كنت واقف مع صالح ساعتها مش عارف ايه، فبقول له كلاعب كويس بيهزر معاه، قال له ده، قال لي ده لو ركز هيكون احسن لعيبه في تاريخ مصر. صالح، لا ضياء السيد، كابتن ضياء السيد، كابتن ضياء السيد كان مدرب عام مع برادلي اياميها، وكان ضياء وكان صالح في المنتخب، فبنهزر انا وهو بقول له كابتن لعيب جامد، بهزر مع كابتن ضياء، فراح جاي مش عارف ضربه كده على بهزار، فقال لي ده لو ركز هيبقى من احسن لعيبه في تاريخ مصر. مش في نادي معين. هو ان شاء الله ابتدى يركز صالح. نتمنى انه يرجع ويلحق يعني نفسه، ما يضيعش نفسه، ما نقعدش نقول يا خساره كان عندنا لعيب اسمه صالح جمعه ويا خساره. زي امثال كتير كانت مش عايز اقول الاسامي. كان طبعا ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد ابرزهم. ابراهيم سعيد ده من افضل اللاعبين اللي كانت ممكن تبقى في تاريخ مصر، عنده امكانيات رهيبه بصراحه. طبعا مش عايز اقول، بس هو ابراهيم سعيد لعب، يعني لعب اهلي ولعب زمالك ولعب الاهلي، بس كان ممكن يحقق تاريخ اكبر من كده بكتير. طبعا كبير. هو في حاجه اللعيبه الكبار لما تقعد معاهم وبيشوفوا محمد صلاح دلوقتي بيتحسروا على طبعًا طبعًا. يعني لعيبه نجوم كتير جدا، مش عايز اذكر اسامي معينه، لا لعيبه نجوم يقول لك لو الزمن رجع بينا طبعا هنعمل زي صلاح وهنعدي صلاح وبتاع، لكن الكوره طبعا بتدي اللي بيديها طبعا والمركز فيها، ومحمد صلاح خير المثال على ده. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني مهم جدا، وهو اتحاد الكره المصري وبطوله الامم الافريقيه واستعداد لتنظيم هذه البطوله ان شاء الله في شهر 6، بطولة أكيد هامة جدا. عايز أتكلم في الأول عن أهمية تواجد البطولة دي على الأراضي المصرية في الفترة الحالية من وجهة نظرك. طبعا هو الرئيس السيسي، طبعا الرئيس رئيس الجمهورية، طبعا لا رئيس في حاجة اسمها عام الأفريقي، احنا هو الرئيس السيسي هو رئيس الحاجة دي. أكيد. فتدخل الدولة كان موجود، عشان الناس اللي بتقول ما كانش في تدخل، كان في تدخل دولة وفي اهتمام من الدولة إن هي تاخد أم أفريقيا وتنظم أم أفريقيا، كان في مساعدة كبيرة جدا من الدولة إن احنا ناخد أم أفريقيا، وتم الاتصال مع بعض السفارات في الدول دي ان احنا يساعدوا في تدعيم الملف، ونحن نستضيف الملف. في حد اسمه هنا بوريدا، مع احترام الناس اللي بتنتقده، طبعا شخصيه مهمه وراجل عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي واقدم عضو في الاتحادين هنا وهنا. الناس اللي بتقول انه ما كانش ليه دور، لا انا بغطي اتحاد الكره 10 سنين او 11 سنه وعارف الدور اللي كان بيعمله هنا بوريدا. هنا بوريدا بيحظى بحب اعضاء الاتحاد الافريقي او اعضاء المكتب التنفيذي، والدليل ان هو 16 واحد، فدي نتيجه ساحقه. الدوله كان لها دور كبير جدا. وجود هنا بوريدا طبعا اثر بنسبه كبيره جدا. كان عندنا حافز ان احنا نستضيف البطوله، ان احنا والملف بتاعنا ساعدنا في كده، ان احنا قدمنا لاستضافه البطوله بدون اي مكتسبات. عكس جنوب افريقيا اللي طلبت بعض المكتسبات، هتدوني كام؟ انتوا بتدوني 10% من نسبه البث والتوزيع والعائد والحاجات دي، انا عايز 20%. فدي كل دي اسباب ادت ان انت تديك اضافه ان انت تكسب تستضيف افريقيا. طبعا الناس اللي بيتكلموا على الامن والامان،
احنا الملف بتاعنا الامني كان اقوى كتير من جنوب افريقيا. اه يعني كان في التقييم، في حاجه في التقييم احنا فارق نقطه عن جنوب افريقيا اللي منظمه كاس عالم ومنظمه أم افريقيا 2013. فكل الحاجات دي ساعدت ان احنا نستضيف أم افريقيا، ان شاء الله تبقى بطوله كويسه وواثق انها تبقى بطوله كويسه. طب خلينا نخش بقى في الكواليس. خش في الكواليس اللجان. كواليس على اللجان. انت عندك طبعا محمد فضل خلاص مدير البطوله. مدير البطوله خلاص، بس مبارك له اكيد عنصر جيد جدا طبعا، يعني بتمنى له. لكن اكيد كان في خلافات، كان في اراء في اتحاد الكوره، في بعض الاصوات سمعناها كده قالوا لا ان محمد فضل ما يصلحش ان هو يكون موجود في يعني قول لي الكواليس، انت اكتر واحد من اكتر الناس المتابعه يعني. بص هو اولا يعني هو مع احترامي لمحمد فضل هو دوره هيبقى يعني واجهه بس، يعني مش هيدير بنسبه اللي احنا متوقعينه هو مدير تنفيذي، او مش هيبقى خالد عبد العزيز تاني، او مش هيجي لك حد يبقى خالد عبد العزيز تاني مع احترامي للاسماء. ليه طيب؟ عندك اثنين هم اللي هيديروا البطوله او من الالف للياء. هو محمد فضل هيبقى واجهه موجوده، راجل معاه لغات فرنساوي وانجليزي، فده هيساعده طبعا. هيبقى هو جايبينه واجهه بس، محمد فضل يعني ايه واجهه؟ واجهه وهو مدير البطوله اللي هيدير بطوله كبيره جدا اللي هيدير. ينفع اجيب واحد لمجرد ان هو يكون واجهه، ولا لازم واحد يفيدني في طول. واحد مش لازم حاجه اسمها يفيد، في حاجه اسمها مين اللي هيديره، واهم حاجه الحاجات تمشي زي ما احنا عايزين. هنا ابو ريده واحمد مجاهد هم اللي هيديروا البطوله، وهم اللي هينظموا البطوله، وهم عندهم خبره يعني مش 2006 بس، لا 2006 و2009 وغير كده. الراجل احمد مجاهد موجود في عضو في البطولات، عضو في اللجنه المنظمه لبطولات افريقيا كلها. هنا بوري طبعا اكتر من 25 او 30 سنه في موجود في البطولات، فهم اللي هيديروا مع احترام محمد فضل طبعا. هو كادر مهم طبعا صراحة يعني. طبعا لكن في الاعمال الاداريه والحاجات دي اعتقد ان الموضوع هيبقى جديد عليه. ممكن عشان خبرات هيديروا لسه طبعا، يعني ما عندوش خبره. هو عنده خبره اداريه مثلا في شؤون اللعيبه، في المعسكرات، في الحاجات دي، لكن تنظيم سفر فرق ووصول فرق، اقامات، مغادرات، حاجات ملاعب، كل ده هيبقى دور هيهان ابو ريده واحمد مجاد، هم اللي هيحطوا الخطه وهو هينفذ. طيب سريعا عايز اتكلم على اللجان. عندنا اكيد عدد كبير من اللجان، سواء لجنه المعيشه، اللجنه الفنيه، اللجنه الاعلاميه. طبعا. لجان كتير جدا. هل في انكار للذات من اعضاء اتحاد الكره في اتجاه التعيين بالنسبه للجان دي، ولا الامور ماشيه ازاي؟ هو في انكار ذات من بعض الاعضاء، وعدم انكار ذات من بعض الاعضاء. يعني طب الانكار ذات من مدير البطوله، مدير البطوله ده كان في ناس من اعضاء مجلس الاداره عايزه تمسكه، منهم الكابتن مجدي عبد الغني كان عايز يمسك مدير البطوله. في بعض اللجان عليها، في بعض الاعضاء عايزين يمسكوا بعض اللجان، منهم اللجنه الاعلاميه بدون ذكر اسماء. يعني في عضوين مجلس اداره عايزين يمسكوا يبقوا مسؤول للجنه الاعلاميه او مدير اللجنه الاعلاميه للبطوله. في عضوين تحديدا داخل الاتحاد عايزين يمسكوا اللجنه دي، واللجنه دي عليها مشاكل وعليها خلافات وعليها ضرب نار زي ما بيقولوا. كذا اعلام عايز يمسك اللجنه دي. انا من هنا انا شايف ان الاصلح مع احترام يعني زميلنا مصطفى طنطاوي طبعا، هو الانسب، هو عنده خبره في التعامل مع الكاف، التعامل مع الاتحاد الدولي طبعا، مع لغات، راجل بيسهل مهمات الناس الصحفيين اللي موجود معاهم في اي سفريه. انا سافرت معاه كسفريه من المنتخب. راجل عنده خبره وعنده معرفه بالافارقه واعضاء المكتب التنفيذي ومنتخب وبعض المنتخبات. في بعض اللجان تاني هتتم تاسيسها الفتره الجايه، في الاعاشه وفي الفنادق وفي المواصلات، في لجنه خاصه للانترنت، وفي لجنه لاستقبال الضيوف طبعا. في حاجات تانية مهمه طبعا يا امير، احنا هيبتدوا ينفذوها سارقينها من كاس العالم في روسيا. يعني في مناطق المشجعين، هيعملوا مناطق المشجعين كده في بعض الاماكن. كانت تجربة ناجحة جدا في كأس العالم بروسيا. موضوع التذاكر طبعا اتفقوا على موضوع التذاكر، ان هو يبقى بيفكروا يبقى في موقع الكتروني لبيع التذاكر دي. تمام. يعني ان شاء الله في كذا حاجة من كأس العالم روسيا الوزير واتحاد الكرة بيدرسوها، ان شاء الله يتم تنفيذها، ونتمنى البطولة تخرج بصورة مميزة باذن الله يا رب. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم هذا الحدث الهام جدا، وكل التوفيق كمان للمنتخب نفسه ان هو يقدر يفوز ببطولة الأمم الأفريقية في ظل فرصة كبيرة جدا البطولة على أرضك وسط جمهورك. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، سواء من الناحيه التنظيميه او من الفوز كمان في هذه البطوله. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، عضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين، نورتني وشرفتني حبيبي امير كده، ودايما متالق، وبتمنى لك التوفيق الفتره الجايه، وبشكر قناه الاهلي وبتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور والعديد من الاخبار، وكمان الفقره الثانيه كان حوار شيق وممتع جدا، اتكلمنا فيه في ملفات كتير قوي، سواء بتخص النادي الاهلي او بتخص الكره المصريه بشكل عام. استنونا وحلقه جديده من كلام في الميديا يوم السبت القادم. الى اللقاء.